سؤال زي ما انتوا كنتوا بتسألوا دلوقتي، احنا هنعمل ايه الاسبوع الجاي؟ بس يا جماعه احنا عندنا تو سيناريوز. السيناريو الاول ان مفيش شمس نسيم يوم الاثنين، هيتأجل كالعاده حضور تعمل كده، ففي الحاله دي احنا يوم الاثنين عندنا محاضره. طيب لو في شمس نسيم يوم الاثنين هنعمل ايه؟ اكيد مش هناخد المحاضره يوم الاثنين، هناخد محاضره يوم الثلاث مع الجروب الثانيه، والاكتيفيتي هيبقى يوم الثلاث مع الجروب الثانيه، والمحاضره بتاعت يوم الاثنين دي اللي هي كان المفروض ناخدها هتتعوض في الريفيجن في الاخر. يعني هناخد نفس عدد المحاضرات، بس بدل ما هناخدها في الشرح هناخدها في الاسئله في الريفيجن في مراجعه التيم ايه، يعني هناخدها بطريقه ثانيه ميك اب، بس مش هتبقى في اسبوع اللي هو فيه الاعياد كلها اللي هو مضغوط. فهمنا كده بعض؟ يبقى هيبقى عندي الاكتيفيتي في ميعاده يا اما هو يوم الاثنين لو ما فيش شمس نسيم، او يا اما يوم الثلاث لو في شمس نسيم. يوم الثلاث هيبقى مفتوح للجروبس كلها، الجروب 3 و4 مع بعض بنمتحنوا مع بعض. لو هو مقسوم يومين يبقى زي ما احنا عادي الطبيعي، جروب 3 يوم الاثنين، جروب 4 يوم الثلاث. في نفس الميعاد من 8 ونص لغايه 11 ونص، الاكتيفيتي بتاعتنا هيبقى من الساعه 11 الا ربع في الميعاد العادي. فهمنا كده؟ واضح اظن الكلام. هنعرف ازاي؟ هم قالوا لي ان هم هيكتبوا لكم على الاله بس، وانا اكيد هكتب لكم على الموضوع. خلاص؟ طبعا الاناونسمنت ده هيبقى خاص بالجروبس بتاعتنا، ويا ريت اي اناونسمنت يكون مكتوب على الاله بس، مش خاص باللي هو الاكتيفيتي داخل فيه ايه او الماده في داخل فيها ايه، على مواعيد محاضرات، على مواعيد اتندنس، انا بس اللي اقول لكم الجروبس بتاعتنا اللي فيها. اي دكتور تاني مع احترامي الزمالي يكتب لكم اي اناونسمنت، ده خاص بمجموعته مش بينا. بتحسوا ان الاناونسمنت عام لكل الناس؟ لا، هو خاص ليه، هو يمكن مش مخبيه لمجموعاته بس هو خاص بجروبه، مكتوب تحت اسم فلان، دكتور عمر، دكتور امل، دكتور ريم، يبقى هي بتتكلم على مجموعتها. يبقى انا لو ما كتبتش الاناونسمنت يبقى مفيش اناونسمنت. اوكي؟ طبعا ده غير زي ما قلت لكم الحاجات العامه، الماده داخل فيها كذا، الامتحان داخل فيه كذا، دي حاجات بتقوم بيها دكتور امل طبعا. مشكوره، بتحط لكم الماتيريال الحاجات بتاعتكم كلها. اوكي؟ خلونا بقى نتكلم على الشابتر، واسالكم بس فكروني كده، هو انا كنت كلمتكم على الاي لايبرري ولا لا؟ قلت لكم ازاي ننزل ريفرنس من الاي لايبرري؟ لا لا. طيب خلاص، يبقى هنتكلم عليه في اخر المحاضره. وعندنا كان في حد بعت لي حاجه عن ستاربكس بسمه، مش عارفه هي موجوده النهارده ولا لا. ايام ايه، فكريني بيقول لي في الاخر طبعا رايي في الانسرز بتاعتك. ماشي؟ اوكي ماشي. طيب الشابتر بتاعنا النهارده يبان كبير شويه، بس في صور في كلام صغير يعني مش ازمه، يا ريت. الشابتر بتاعنا بيتكلم على سيشن 3، اللي هي بيتكلم فيها على الانترناشونال اوبريشنز اللي هي في بلوك 2. يعني ايه انترناشونال اوبريشنز؟ الانترناشونال اوبريشن او الانترناشوناليزيشن اوف سبلاي تشين دي one of the very important trends في البيزنس. لازم نبقى عارفين يعني ايه سبلاي تشين كانترناشونال سبلاي تشين. احنا عارفين يعني ايه سبلاي تشين عامة، عارفين ان هي بنتكلم فيها على بوينتس اساسية اللي هي مثلا زي الموفمنت بتاعت الجود والسيرفيس فروم وان اكتر اللي هو مثلا المانيفاكتشرر للسبلاير، او السبلاير للمانيفاكتشرر للريتيلر. الموفمنت دي بتبقى مهم ان انا اعرفها، بشوف الباور كونسنتريتد عند مين، بشوف بتعدي على كام مرحله، هي دي سبلاي تشين. لكن الانترناشونال سبلاي تشين بتاعتي ده one of the most important و fast growing trends in business. طيب لما انا ببرشيز ا برودكت او سيرفيس، ما ببقاش عارفه بالظبط هو السبلاي تشين دي كانت فين او من انهي بلد، ما ببقاش حاسه. انا اشتريت برودكت حاسه ان هو برودكت عادي، لكن انا مش اوير ان هو ترافل ممكن يبقى فيري فار عشان يوصل لي عندي في البلد اللي انا بشتري منها. ف اول اكتيفيتي هنعمله في السيشن بتاعتنا هنتكلم على وان برودكت اللي هي التنس بول. التنس بول الكوره الصغيره دي سافرت على كام بلد عشان نوصل لمرحله ان احنا نشتريها. عندنا ليه بيتكلم على التنس بول؟ من اشهر التنس تورنمنتس، المسابقات او المنافسات بتاعت التنس عندنا في لندن، دي بتبقى ايتش يولاي. الايفنت ده بيحصل مهم جدا، لازم يبقى فيه enough تنس بول، لازم يبقى فيه preparations كده بتتعمل عشان الايفنت ده وعشان الكومبيتيشن دي. يعني هنا الايفنت ده بعمل له مانيفاكشرنج. المانيفاكشرنج هو ايه؟ التنس بول نفسه، البرايت تنس بول دي هي اللي بلعب بيها المسابقه كلها، فهي بالنسبه لي اهم حاجه. بيعملوا كام تنس بول عشان المسابقه؟ بيعملوا 54,000 كوره تنس بتتعمل عشان المسابقه دي.
وكل سيفرال ماتشز بغير جزء منهم عشان من كتر اللي هم بيتحركوا وبيقعوا وبيتخبطوا وبيعملوا بيحصل لهم بيبوظوا يعني او بيبوظوا ورن اوت كده، تحس ان هم مش عارفين يستعملوهم تاني. طيب مين المانيفاكشر بتاع التنس بول؟ الفاكتوري نفسه في نورث انجلاند، في مكان معين في نورث برانسلي في نورث انجلاند، ده في الشمال بتاع انجلترا. المانيفاكشر ده قرر في 2002 ان هو يموف المانيفاكشر بتاعه المصنع بتاعه من انجلاند لاوف شور. يوديه فين؟ يوديه فيلبينز. ده كان معناه ان السبلاي تشين بتاعتي هتتغير جدا، لان انا بتعامل ان مسابقه انجلاند المصنع في انجلاند الموضوع مانجر، لكن دلوقتي انا نقلت المصنع في الفلبين ومسابقه في انجلترا، مطلوب مني ان انا ستيل امانج السبلاي تشين وديليفر البرودكت ده لمكان اللي هو مكان الكومبيتيشن بتاعي اوكي اللي هو ويمبلدون. طيب الحل هو ايه؟ الرو والبارت بروسيس ماتيريال حصل لهم ترافل بسبب التشينج ده ثرو 11 كونتريز. ازاي ال 11 كونتريز دول؟ خلينا نعمل بريك داون كده نكبرها سنه كده عشان نشوفها شويه تبقى اوضح. شايفين الكلاي اللي هو زي الصلصال كده اللي بيبقى ماسك جوه الكوره نفسها، لو فتحت كوره التنس هتلاقوا في ماده جواها كده ماسكه نفسها شويه، ده جاي من اليو اس اي. الديستنيشن بتاعه الباكينج فيلبين. الوول جاي من نيوزيلندا اللي هو الصوف الاصفر اللي لما تشوفوه من بره ده، هو طبعا الصوف مش اصفر، هو بيتعمل له داينج، الصوف نفسه اللي بيتحط على الكوره من بره ده جاي من نيوزيلندا رايح يو كي. الفيل ويفنج اللي هو بشكل بعمله بظبطه ازاي على شكل الكوره ده من يو كي رايح لباتو. كل بقى الحاجات الكيميكال السلفر المغنيسيوم السلسيوم الزنك اوكسايد اي كل الحاجات الجلو اللزق اللي بيلزق الكورتين البارتين بتاع الكوره مع بعضهم كل واحد من مكان، شايفين تشاينا ساوث كوريا جابان جريس تايلاند فلبينز ماليزيا رابر نفسه الباكجينج من اندونيسيا الفينش برودكت باطن وبعدين بيروح للمنتج. شايفين المنتج ده معظمهم بيتصنع ستيل ان ذا سيم بليس، بس كل واحده منهم بنقلها من دوله لدوله ثانيه خالص عشان اصنعها. ده معناه ايه؟ ان الديستنيشن لغايه ما البرودكت يوصل للبلد اللي هو لندن او انجلند عشان يتحط في الشامبيون شيب دي فيري لونج، فيري فيري لونج ديستنيشن. طيب بنتكلم على قد ايه تقريبا؟ اوكي يعني نشوف مفيش يعني ما نقدرش نقول مسافه محدده بالظبط بالظبط، هو بيديني ابروكسيميتلي على حسب اقرب يعني اسرع طرق واسهل مسافات تقدر ان انا اوصل بيها. اول مرحله وبيبقى يمكن اهم مرحله الول نفسه، الول نفسه اللي انا بعمل بيه الكفر بتاع البول اللي هو بيخلي شكل كره التنس لازم يجي من نيوزيلندا ويترافل تو يو كي عشان ابتدي اعمل له البرايت داي بتاعه اللي هو الثالث اللي هو بخليه لونه اصفر اللي احنا بنشوفه على شكل كره التنس. وبعد كده ببعته تاني الباطن، شايفين من نيوزيلندا لانجلترا ومن انجلترا للفلبين تاني عشان يبتدي يعمل له بروسيسنج. لو بصينا على شكله كده هلاقي ده الشكل بتاعه، شايفين بيعمله ازاي؟ يبتدي بعد كده يعمل له كاتنج ويعمله على شكل شيب بتاع كل الحاجات دي كلها. طيب بنتكلم على زي ما اتفقنا انا عندنا كميه يعني مايلز مش طبيعيه. الكلي مثلا مسافه تقريبا 8710 مايلز عشان يوصل للفلبين عشان يتعمل. نيوزيلندا الول 7 مسافه تقريبا 11815 مايلز عشان يوصل لانجلترا عشان يتعمل. وهكذا نقيس على كده كل حاجه. كل واحده منهم سافرت مسافات، فبنتكلم ان التوتال جيرني بتاعتها، وده بنتكلم على اسرع طريق واسهل طريق، بنتكلم على 50570 مايلز 50,000 ميل، رقم مهول عشان نقدر نوصل لمكان عشان نعمل كرة التنس الصغيرة دي. فحد يجي يقول لي ما كل حاجة ممكن تبقى في نفس البلد، اه طبعا، بس هو كل الماتيريال من دول هو عايز يبقى من أحسن مكان هو بلدها. سفر الماتيريال من مكان لمكان ده مكلف، عرفت ليه؟ أما بلاقي برودكت بلاقي الكرسي بتاعته عالية ما بقاش فاهمة ليه؟ لأن يعني أنا مش عارفة هو جايب الحاجات دي منين، حتى البيندنج، حتى الشكل، حتى اللوجو اتعمل في بلد، الحاجات اللي جوه اتعملت في بلد. كل بلد من دول ليها جمارك، ليها تعريف، ليها حاجات بقى بتدفع، ثم يتجمع على بعض البرودكت، كل ده لازم يتعوض، الكوست دي كلها لازم تتعوض في شكل برايس.
مش جاي نتكلم عن ان هو اكسبانسيف. طيب زي ما احنا شفنا ايه عندنا توتال ديستنيشن اوفر 50,000 مايلز يعني كام على 80,000 كيلو متر تقريبا which is a very very big number. اللونج جيرني بتاعتنا بتبتدي من اول ما بنجيب الوول من نيوزيلندا لغايه ما بنوصل للبروسيسنج بتاعنا اللي احنا بنجيبه في يو كي. ده بيخلي ان انا عندي ليميتد كنترول بس. في بعض الاحيان بعض الرو ماتيريالز بتاعتي بحتاج ان انا اعملها سورسنج من مكان معين واعملها بروسيسنج في مكان تاني. طيب التنس بول كل انجريدينتس من دول بيتحط بيتعمل في مكان وبيجي لغايه باطن عشان يتعمل اللي هي سي سي بي. فمعنى كده ان انا مضطريه ان الجا لكل بلد من البلاد الاصليه عشان اقدر اعمل التنس بول الشكل بتاعي بتاع البرودكت بتاعي. يبقى انا محتاجه لوكال سورسنج وده غصب عني. لازم ان انا يبقى اوصل لمرحله اللوكال سورسنج ويبقى عندي كمان كوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي اللي احنا خدناها قبل كده الاسكس في اليو اس وعملنا فاكرين في كل البلاد دي كلها وعلى مدار السبلاي تشين الكبيره دي وعندي عمال وعندي حاجات. يبقى عشان كده بنقول انترناشونال سبلاي تشين از فيري 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 ديفيكت. اوكي طيب لو حابه تخليكي مش لابسه ماسك بس ترجعي ورا ترجعي ورا خالص وخليكي. اوكي طيب في فكره الانترناشوناليزيشن بقى ليه بعمل انترناشوناليزيشن؟ حد يقول لي اتس كويت اكسبنسيف على فكره ان انا اقرر ان انا ادفع فلوسي كلها في كل المراحل دي. هي ميزه اولا ان زي ما اتفقنا انا بسافر السفر الكبير ده عشان كل بلد من دول هي السورس الاصلي للماتيريال دي فانا بجيب ذا بيست فبيديني بيتر سورسنج ماتيريال احسن من اي حد تاني. الادفانتج بتاعتي ان انا ممكن يبقى اللوكيشن ده نير الكاستمرز يعني ممكن ان انا اخلي مصنع في حته زي الفلبين لان هي قريبه من الكاستمرز اللي بيشتروا من عندي. فحتى لو كل بلد بجيب منها سورس بس المصنع في الاخر في مصر خلاص المصريين هم اللي هيشتروا فليه احطه في بلده الاصليه هنا اقرب لي. طيب كمان عندي بيتر سبلاي نتورك اما اعتمد على سبلاير لوكال بس ده بيخليني تحت رحمه ظروف لوكالي هي بس اللي بتحركني. تتخيل مثلا زي ما حصل عندنا كده التونه زادت من مصر فقفلنا زي ما حصل في الصين ها دي كارثه دي مصيبه انا معتمد على واحد لوكال لكن بيبقى عندي انترناشوناليزيشن بمعنى ان انا عندي في اكتر من بلد سبلاير مهما الدنيا قفلت انا عندي اوبشنز عارف اتحرك حاجتي ما وقفتش. يبقى هنا بيبقى عندي بيتر سبلاي نتورك عندي اكسبوجر للانترناشونال كومبيتيشن ما بقتش بنافس لوكال بس بنافس على مستوى انترناشونال وده بيخليني ابقى مور انوفيتيف. يبقى كل المميزات فيها حلوه احنا اتفقنا ان هي اكسبنسيف وكوستلي وريسكي بس كمان فيها حاجات كويسه جدا. طيب هو بيدينا بيقول لنا بيفكرنا ان بلوك 1 احنا عملنا فكره الاوبريشن اللي هي الانبوت بروسيس اوتبوت موديل. هنا احنا بنتكلم فيها على برضه فكره الانترناشونال اوبريشن مانجمنت ازاي نستعمل الانبوت بروسيس اوتبوت موديل ده ونعمل منه الانترناشونال سبلاي تشين. اهو الانترناشونال سبلاي تشين اول حاجه الانبوت ان هي تديني فلكسبيليتي مع السبلايرز. انا عندي اكتر من سبلاير على مستوى العالم تخيل حاجه زي الزوره كميه السبلايرز اللي عندهم مش طبيعيين فبالتالي ما عندوش اي مشكله ان هو سبلاير يغيره عنده فلكسبيليتي في التعامل وكل بلد بيتعامل مع بلدها فهو دي بتديني اوبشنز احسن مع السبلايرز دول يبقى عندي جريتر فلكسبيليتي فروم سبلايرز. عندي نيو سبلايرز اي كان ديل ويز لوكال سبلايرز في كل البلاد اللي انا بعدي عليها دي ديفرنت سبلايرز. عندي كمان انبوت في حاجات بريشر بقى بريشرز فور لوكال سورسنج. انا ليه بعمل المصنع في الفلبين؟ ليه اندونيسيا؟ ليه تايلاند؟ عارفين الحته دي ارخص بكتير من يو كي من يو اس اي من فرنسا. بصوا كده على ميد ان ايه في زارا في اتش ان ام في ديل في حاجات كتيره قوي يعني إيه؟ لو حد فيكم يعرف اكزامبل معين عن حاجه كان بيشتريها فجاه لقاها نقلت المصنع بتاعها مكان تاني يقول لي. يعني الفكره هنا ان انا ليه نقلت نفسي او ليه قررت ان انا يعني اغير من المكان بتاعي لمكان تاني؟ اوفر العماله اوفر الكوست بتاعت الليبر في كل بلد من دول بيخليني ان هو اللور كوست في الليبر اوفر في المرتبات واوفر في البنفيتس. في بلاد منهم ودي مش حاجه بنقول ان هي كويسه بس بقول لكم يعني من وجهه نظر البيزنس ما فيديش بنفيتس. يعني ايه ما فيش بنفيتس؟ ما فيش تامين صحي، ما فيش تامينات على حياتك، مش حاجه اسمها ان ساعات عمل معينه، مش حاجه اسمها ان انا ما شغلش اطفال. فللاسف بعض البراندز
في براندز كبيره قوي قوي وقعت في مشاكل يعني عملاقه بسبب الموضوع ده، بسبب اساليبهم. نايك من ضمنهم فتره من الفترات كان بيتكلم على بولو، لو تعرفوا بولو، شركات كتير يعني هتلاقيهم معظمهم كله يعني غالبيتهم بيتنقل الدول دي عشان هو عايز يوفر، فبيوفر في الكاستمرز بتوعه للاسف الشديد، بيوفر ذات الكاستمرز بتوعه ان هو يعمل لهم حاجه ماتيريال كويسه بس بعماله ضعيفه جدا، ويقول لك انا هنزل لك في السعر. طبعا انا ككاستمر كواحده من الناس لو حد قال لي كده بس معاك ان هو بيشغل عماله بطال او بيعمل ابيوز لاي حاجه من الحاجات دي، اكيد مش هحب اشتري من عنده. فدي بوينتس من البوينتس اللي بتشجع على ان انا اتنقل من فروم ذا لوكال سبلاي تشين او فروم ذا نورمال سبلاي تشين للانترناشونال ماركت. طب التالت بزنس بروسيس اوت سورسنج، ممكن الجا لفكره ان انا اشتغل مع ناس تكون متخصصه في الاريا دي في البلد دي، بدل ما انا اعمل تيم عندي ممكن الناس دي يكون اسلوب الصناعه ده موجود عندهم، الحاجات الكيميائيه اللي انا عايزاها موجود عندهم اشطر. اوت سورسنج هنشوف دلوقتي هي ايه. اوت سورسنج ان انا ادفع فلوس لحد من بره هو اللي يعمل لي حاجه دي لمده المشروع بتاعي، فدي برضو ميزه ممكن ما تكونش موجوده عندي في بلدي. الاوت سورسنج هنا في الحاله دي احسن. انتوا عارفين مثلا في الهند بيقولوا احسن ناس بتوع كمبيوترز والكترونكس، عشان كده حاجات زي سامسونج دلوقتي تلاقي بعض الموبايلز اللي هي في انديا. ليه؟ عشان هم شاطرين. ليه جال راحت الصين؟ التكنولوجي بتاعتنا كويسه قوي على فكره، وفي نفس الوقت اتس كويت تشيب، فاوت سورسنج ممكن. انا عايز اعمل حاجه عندهم اعملها بسهوله. طيب الترانسفورميشن بقى بروسيس، العمليه اللي قلنا بنضربها في الخلاط، اول حاجه انكريز كومبلكسيتي. انا عندي اوبشن ان انا كل الحاجات الحلوه احطها، بس اكيد هزود على نفسي عمليه التعقيد بتاع العمليه شويه. الكومبلكسيتي بتاعتي هتعلى لان انا مش شغاله في بلد واحد، احنا اتفقنا ان انا ممكن اكون شغاله على 10 12 بلد، فده يبقى فيه كومبلكسيتي كبيره. تاني حاجه ممكن يبقى عندي مالتيبل وكونفليكتنج برفورمانس اوبجكتيفز. لو انا في كل مكان باخد منه حاجه، في كل مكان ده عنده برفورمانس اوبجكتيف، واحد هيبص على الفلوس، واحد هيبص على الكواليتي، واحد هيبص على السبيد، فكده ممكن يبقى عندي كونفليكت، تضارب في فكره الميزان اللي بقيس عليه الاوبجكتيفز بتاعتها. كل سبلاير هيبص من وجهه نظره، واحد هيبص ان انا جبت لك الحاجه رخيصه مش مهم الكواليتي بتاعتها تبقى عاليه، الثاني يقول لي لا انا اهم حاجه عندي الكواليتي والمواعيد، وهكذا. يبقى انا عندي كونفليكت وبرفورمانس اوبجكتيفز. عندي بريشر تو ستاندرايز بقى كمان. ايه بريشر تو ستاندرايز؟ ايكونوميز اوف سكيل. عايز اقلل اليونيك كوست بتاعت البرودكت بتاعتي. كل برودكت من دول مثلا بيتكلم اليونيك كوست بتاعته 10 دولار، انا عايزها تنزل 6 دولار. عشان اوصل للعمليه دي ده بريشر. لازم اعمل ستاندرايزيشن، بمعنى ان المصنع بدل ما بينتج اوبشنز يخليه بينتج حاجه واحده بمتيريال واحد. هنا اقلل اعمل اللي هو الايكونوميك اوف سكيل اللي هو ديكريس اليونيك كوست بتاعتي. عندي ايكونوميك سكوبس، عايزه اكبر كميه ممكنه واكسب اكبر حاجه واقلل الكوست بتاعتي، كل حاجه توتال كوست بتاعتي دي برضه مش سهله خالص. فيرسز ايه بقى؟ فيرسز بريشر تو سبيشالايز، انا عايزه اعمل ستاندرايزيشن عشان اوفر، في نفس الوقت عايزه ابقى مميزه عن بقيه الكومبيتيتورز. يبقى انا عندي بريشر تو ماس كاستمايز، اعمل حاجه مختلفه واعمل كاستمايزيشن. وعندي بريشر كمان ان انا يبقى عندي ديديكيتد اوبريشن، ان انا الاوبريشنز بتاعتي تبقى خاصه بيا انا بس، حاجه مميزه زي ابل كده مش حد يعرف يعمل زي. طبعا مش ممكن اجمع بين الاثنين، ما تقوليش معنى اقول لك عكس بعض، واحده بتقول هنوفر في الكوست يا جماعه بما ان احنا هننتج نفس البرودكت، الثانيه بتقول لي لا احنا عايزين نعمل كستمايزيشن كل جروب منكم عايزين حاجه هعملها لكم. اوبوزيت، عشان كده هنلاقي حاجه اكسبنسيف جدا وحاجه تشيب جدا. عندي كمان اكستندد سبلاي تشينز، من ضمن الحاجات اللي انا بعملها ان انا السبلاي تشين بتاعتي بتتوسع جدا، لازم اعمل عليها كنترول جامد وابقى متابعه فيها. عندي فورين فاسيلتيز. فورين فاسيلتيز يعني ايه؟ الاكس فريتس اللي هم بيتقال عليهم دول اللي جايين من بره، او الناس اللي هم بييجوا يشتغلوا عندي من دول ثانيه. دول جايين عندي، دول مش لوكال ستاف، زي بالظبط يبقى عندي مالتي ناشونال كمباني كده في مصر وجايه الستاف بتاعها ما عندها من بلدها من يو اس اي من يو كي. ده راجل مش مكانه الاساسي. من ضمن الحاجات اللي المشاكل اللي بتظهر عندي ازاي ان انا امانج لوكال ستاف مصريين اللي هم طبيعي دي بلدهم، الناس اللي جايين من بره الفورنرز اللي هم ما بيعرفوش حاجه عن الكالتشر بتاعتنا بس في نفس الوقت محتاجاهم في البيزنس بتاعي. انكريز ريسك، كل ده بيزود الريسك في الانترناشونال سبلاي تشين. طب الاوتبوت بتاعي ايه؟ عندي بريشر تو تيلر برودكتس اند سيرفيس فور لوكال ماركتس، عندي بريشر ان انا ابيع برودكت يماتش النيدز والوانتس بتاعت اللوكال كاستمرز بتوعي، فيرسز
الريسكس بتاعتي ان انا اعمل ستاندرد برودكت وسيرفيس لكل الكاستمرز بس ما يبقاش سيوتبل للبلد دي، انا بعمل كل الناس حاجه واحده. طب ده مش سيوتبل هنا في مصر، انت بتعمل لي الموبايل اللي انت بيمشي معاك في امريكا، انت في امريكا عندك حاجات ابلكيشن مش عندي، عندك اوبشنز مش عندي. البلاك بيري كان جزء من مشكلته ان هو ماتشنج اكتر لبلاد تانيه اكتر منه في مصر، كان الناس بتستعملها بس كان في بعض الحاجات ما بتعرفش تستعملها. ليه يا جماعه ما بعرفش استعملها؟ عشان هي مش ماتشنج عندي هنا. زي بالظبط كده لما تيجي تنزل ابلكيشن واقول لك مش افيلبل في الاريا بتاعتك. يبقى انا هنا وانا بعمل حاجه لازم ابص الاوتبوت بتاع الانترناشونال سبلاي تشين، لو انا هعمل بيرسونالايز حاجه لوكال هتبقى سيوتبل ليا ولا هتبقى مكلفه على الفاضي؟ ولو انا هبتدي نعمل ستاندرد برضه تستاهل بقى ان انا ادفع براند كلها ولا ممكن اجيب كل المسير اللوكال؟ وعلى حسب ما اقرر بمشي على الدايجرام ده. يبقى فيري امبورتنت ان انا في الامتحان لو طلب مني ان اعمل ابلاي للانبوت ترانسفورميشن اوتبوت موديل احطه بالشكل ده واكتب تحت كل بوينت فيهم الشرح بتاعها من وجهه نظر انترناشونال سبلاي تشين، وما لخبطش بين الموديل اللي هو العادي اللي خدناه قبل كده في الشابترز والموديل بتاع الانترناشونال سبلاي تشين. ماشي؟ طيب why become global؟ وانا هنزل لكم دلوقتي ريلي الثانيه اللي انا هشرحها لكم. هنزل لكم الريلي بتاعتنا بتاع الدل عشان عايزين نبص عليها مع بعض دلوقتي في الليكتشر نشوفهم قالوا ايه على دل. اعتقد ان كلنا بنعرف ننزل الريدنج صح؟ ولا في ايشو عند حد فيكم في موضوع الريدنج ما بيعرفش ينزله؟ اوكي احنا في بلوك 2. طيب انا هعمل لكم شير سكرين ثانيه. اهي ده هو في السلايد. اوكي سألنا سؤال مهم قوي، سألنا قالنا ايه؟ قال لنا why did Dell move their call center abroad and how this move impact on customer service. احنا مش هنقراها كلها لان هي طويله شويه على انها تتقري في المحاضره، هنقرا جزء منها. انا بس عايزه اوريكم ايه المشكله. القصه سيمبلي ان Dell جت في فتره من الفترات وقررت ان هي هتنقل الكول سنتر بتاعها اللي الناس بتتصل بيه لو عندها مشكله مع الكمبيوتر بتاع دل من مكانه لمكان تاني. عملت الكلام ده ازاي؟ هو المفروض ان الكول سنتر ده 24 اورز، اوكي؟ ومفروض ان هم بيتعاملوا مع كل الكاستمرز من كل الجنسيات اللي في الدنيا مش مكان واحد. في 2006 قالوا انديا. نو بروبلم، الناس في الهند بيتكلموا انجلش كويس جدا. بس المشكله كانت عندنا ان الانديا كول سنتر ده الكالتشر بتاعت الناس اللي هناك، التعامل بتاع الناس اللي هناك يختلف عن الكالتشر بتاع كل الناس في الدول التانية. أولا بدأوا إن هم إيه؟ قرروا إن هم يعملوا تقريبا 10,000 بيبول، 10,000 بني آدم يبقوا قاعدين شغالين في الموضوع ده في الكول سنترز على مستوى الهند كلها، التليفونات موجودة طول الوقت، المفروض إن هم بيتكلموا إنجلش كويس، لو كوست، اتفقنا اللي عملناها وليه؟ لأنها لأنهم ما بيدفعوش مرتبات عالية خالص هناك، لو كوست 24 hours 7 days a week. الكونتري محتاجين جوب فناس كتير هتابلاي والدنيا ماشيه كويسه قوي. طيب الدنيا كانت كويسه قوي لغايه ما بداوا ياخدوا بالهم من شويه بروبلمز. شويه بروبلمز ايه؟ اولا يس السيرفيس تشيب، بس كمان البيبول في الهند بيتعاملوا على انهم كاتل. عارفين يعني ايه كاتل؟ يعني عارفين القطيع سوري او المشاير كده بمنطق ان هم مش مهمين ما فيهمش بنفيتس، مش واخده بالي منهم خالص. طيب ممكن كمان ما اديهمش، ما يبقاش عندهم اي بريفيس اكسبيرينس، فالراجل ده مش مؤهل ان هو يرد عليا ويتعامل مع المشكله بتاعتي، انا عايز واحد فاهم اكسبيرينس ما بيعرفش يتعامل معايا. ده خلى ان يبقى عندهم فيري بور ليفل اوف سيرفيسز للكاستمر سيرفيس، يعني حتى لو انت اكسبيرينس بس انا بتعامل معاكي وحش، ده مخلي الاتيتيود بتاعك سيء جدا. غير ان انت ما عندكيش اكسبيرينس ففعلا بتتخضي من اي بروبلم ترخيص تصرفي، فالكاستمر بدا يحصل كومبلينز يا جماعه في ايشو. طيب الكول سنتر بتاع مومباي بالذات بدات تحصل ان بس يبان في بريشر
على الوركرز، الفوليوم اوف كولز بدأ يحصل فيها انكريز. المشكلة كمان ان الافريج بتاع الورك بتاعهم بقى من 12 ل 16 ساعة في اليوم، فدي بقت كارثة. ازاي ان انا اطلب من الشخص ده ان هو يكون واعي وفاهم وبيتكلم باسلوب معين مع الناس اللي بتسلم لمدة 16 ساعة متواصل؟ مفيش بني ادم في الدنيا يستحمل كده. ده مش بس كده، ده بنتكلم على ان تقريبا 28 كول كل ساعة اجباري، حضرتك لازم تردي على 28 تليفون كل ساعة، دي طبعا كارثة. اوكي طيب، ممكن ان انا ببساطه جدا ان انا اقول عايزه 6 دقايق او ان انا اهرب من الشغل ده. اللي حصل ان هم قالوا ممكن تاخد 6 دقايق براحتك بس مفيش مرتب، مفيش اي ليف وزاوت باي، مفيش اي بنفيتس، ومحتاج ان انت تعوض اليوم ده اللي انت خدته وزاوت باي بيوم سادس في الاسبوع بتاعك اللي بعده. بدل ما تشتغل 5 ايام تشتغل 6 ايام وبرده وزاوت باي عشان تعوض اليوم اللي انت خدته. احنا بنتكلم على فيري باد كونديشنز، مش بس كونديشنز عاديه. طيب الكارثه الثانيه بقى غير الستاف، ان الكاستمرز انت عارفين الهنود ليهم اكسنت طبيعي، اي بلد ليها اكسنت، بس الانجليش بتاعهم بالذات فيري فاست. فكان كان في دكتوره بتديني كانت يعني اي تي، كانت شاطره بس مشكلتها الاكسنت بتاعتها، ما كنتش بفهم ثلاث ارباع الكلام. اما كانت بتندمج قوي كانت بتتكلم بسرعه قوي استحاله تلقط منها ولا كلمه، مش ممكن. في منهم اللي بيتكلم بالراحه لا تفهمه، بس لو اندمجوا قوي عاملين زي المغاربه او كده، لما تيجي تتكلم فرنش انطبقت لغايه ما تخش في الاكسنت بتاعتها، بعد ما تلقطش اي حاجه بقى. هم الناس اشتكوا ان عندهم حاجه اسمها سفر فروم ستورم فور ليتر وورد، بمعنى ان انا مش فاهمه ولا كلمه خالص. غير بقى الابيوزف هيت كولز، بدا الناس يتصلوا بيهم يقولوا لهم كلام مش لطيف خالص، يعملوا لهم بولينج انهم مش فاهمينهم وبيحبوا انهم يتريقوا عليهم او عايزين يضايقوهم في الستاف نفسهم. The Indians are not good enough بقت ترند مكتوبه على الفورم ده. ازاي ان احنا من كولرز تماما انه يرفيوز، انا مش عايزه اكلم حد هندي، هات لي حد بيتكلم انجلش انا مش فاهمك، انت مش فاهمني. وللاسف كمان كلتشر وايز اعتبروه ان هم سوري ستيوبيد بقى، اغبياء مش فاهمين حاجه. هم ممكن يكون مشكله كلتشر، انت بتطلبي حاجه وانا مش فاهماكي قوي او مش فيش كوميونيكيشن بيننا. كل ده على بعضه خلى ان عندنا مشكله كبيره جدا بالنسبه لدال. انتهت بايه؟ انتهت انا عايزه اديكم النمبرز مثلا ان دن فين النمبرز، انا عايزه يعني اختصر. الافرج ستاف تيرن اوفر في الوقت بتاعهم ده كان 60%، عارفين ايه 60% من الموظفين بيمشوا. طبعا ده رقم لشركه محترمه زي دل يدل على ان الشركه بتضيع. 60% من الستاف تيرن اوفر، غير طبعا ان هو مش حاطط لنا برسنتج هنا، اعتقد ان عدد الكاستمرز تقريبا اللي رفضوا الموضوع ده عالي اكتر من 50%. في الاخر هم اضطروا يغيروا الموضوع. ليه احنا بندرس الكيس دي؟ عشان نرد على السؤالين اللي هم قالوه. السؤال الاول كان بالنسبه لنا في السلايد بيقول واي ديد ديل لوز الكول سنتر ابورت؟ لانه تشيبر، لانه بيتر، لانه لو كوست، ولانهم تخيلوا ان هم هيك زي كان بريشر الامبلويز بتاعهم ان هم يشتغلوا ساعات اطول بفلوس اقل وياخدوا بنفيتس قليله جدا وهم يكسبوا اكتر. هاو هاز ذس move impacted in customer service very very bad. Very bad من كل حاجة، لأن الكالتشر ما كانتش ملائمة للناس. مش ده المكان اللي ينفع أطلب من international customers من فرنسا من إنجلترا من كل الناس ويتكلم. يوجوالي أما بتلاقي الكول سنتر المكان والكول سنتر ده وورلد وايد، تلاقي المكان الأكسنت واضحة جدا فيه، الإنجلش سبريك فورورد جدا، ومش بس إنجلش، المفروض يكون بيعرفوا أكتر من لانجوج عشان يعرفوا يرد على الناس. أو أتليست في إيجنت موجود بيعرف فرنش، في إيجنت موجود بيعرف جيرمان كده. أغلبية الناس اللي بتتكلم في الكول سنتر لازم بتكون بتبقى عارفة إنجلش، لأن أنا بتصل أنا عارفة إن هي انترناشونال سيرفيس. بس في نفس الوقت طبيعي إن أنا ممكن يبقى عندي أي مشكلة. الهند مختلفة عن بقية العالم كله، حتى هم بيتكلموا إن هي شرق وإحنا غرب. فبنتكلم على كلتشر وايز الناس مش فاهمة. أما بتكلمهم مثلا إن أنا ممكن أكون بشتغل على الكمبيوتر بتاعي بطريقة معينة، هو ما بيشتغلش عليه كده، مش فاهم أنا قصدي إيه. غير إن زيرو إكسبيرينس، غير إن عدد ساعات العمل الكبيرة دي أثرت على كل شيء. يبقى نقدر نخرج من الكيس دي بإيه؟ And yes, the move abroad at the first start good, صح؟ الفكرة كبزنس وايز أكيد له كوست أحسن، بس في نفس الوقت الإمباكت كان سيء جدا إن هم ما عرفوش يستغلوا الموضوع ده بطريقة صح. ما دوروش مثلا على الناس الإنديانز اللي الأكسنت بتاعتهم خفيفة خالص وهم انترناشونال وايز بيتكلموا كأنهم أجانب، ده بيحصل بجد. بصوا كده على أي ممثلين بتوع بوليوود اللي هم بيطلعوا يمثلوا في هوليوود في أمريكا، الناس دي ما عندهاش تقريبا أكسنت أو عندهم خفيفة بتتفهم. يبقى أنا ما ينفعش أجيب حد من أي قطاع في الهند. ما ينفعش اجيب ناس شغاله 16 ساعه، ما كانش ينفع ان انا ما اديهمش بنفيتس.
يبقى ما يجيني سؤال زي كده في الامتحان، الكيس ستادي بتيجي في الفاينل كده لو هو تيك هوم اكزام، لازم ارد على الاسئله دي واحط من وجهه نظري، ما يبقاش اجابه واضحه ايه المشاكل اللي حصلت لوحدها وايه المميزات للموضوع ده. وفي الاخر مفيش غلط وصح، بس نقدر نقول ان النتيجه الاوت كوم كان سيء جدا بالنسبه لده، تجربه ما نجحتش عندهم. يمكن لو عملوا اوت سورسنج لدوله ثانيه كانت تنجح جدا معاهم. فهمنا كده؟ طيب نيجي بقى فكره الاوف شورنج والري شورنج، وهي زي ما هم عملوا كده فكره الاوف شورنج. الباكس والاذر سيرفيس بتاعتنا عاده بتشتغل اكتر على الانترناشونال بيس كول سنترز. ليه؟ لان هو بيتكلم عن هو ليه اكتر من فرع في اكتر من دوله، فبيفضل ان هو يكون عنده كول سنتر واحد موحد. الرقم اللي بتقول هو العالمي ده بتصل بيه على حسب البلد اللي انا فيها بيحولني على مكان معين. في نفس الوقت ان هو بيزود السكيل بتاعته الاكسبيرينس بتاعته السبلاي تشين. طيب عندنا باترن كده بدا ان هم يعملوه عشان يعمل النتورك دي اوفر ديفرنت ستيجز. قالوا لنا ان في ديفرنت تايبس اوف سورس، فور ستيجز. 1 دوميستيك سورس، يعني انا هشتغل لوكال. 2 رياكتيف انترناشونال سورس، ودي انترناشونال سورسنج بس الاتيتيود او طريقه التعامل معاها رياكتيف، بمعنى رد فعل. انا مش باخد الفعل دايما، انا بعمل سبلاي تشين رد فعل مثلا تغيير حصل كورونا زي ما اتفقنا ظهرت فجاه فانا مضطر ان اغير، مش ده الطبيعي بتاعي. برو اكتف انترناشونال سورسنج هو لو انا فعلا من الاول عايز ان انا يبقى عندي ديفرنت كونتريز باخد السورس من بلد. وجلوبال سورسنج نتورك، دي معناها بقى مش فرق بين انترناشونال وجلوبال، انترناشونال دي ممكن يبقى 6-7 دول، جلوبال يبقى على مستوى الكره الارضيه كلها. انا معظم الدول فيها ليا فيها مكان او مصنع او سبلاير بتعامل معاه. هنشرحهم واحده واحده من مين قبل ما اقضيهم. دوماستيك سورسنج، ايه هو الدوماستيك سورسنج؟ When companies start up they often tend to source locally، بتعامل لوكالي. ده ليه؟ لان انا عندي ايزي كنترول، السبلاير اللوكال دايما بعرف اتحكم فيه، مش صعب، ما بقاش قلقانه منه، فبعرف هو بيفكر ازاي. وفي نفس الوقت مفيش كومبلكسيتي، ما عنديش اي مشكله مع التعامل مع الناس اللوكال. طيب ما بحاولش ان اعمل اي حاجه اوف شور، ما بطلعش بره البلد. اوف شور بمعنى كلمه سافرت، انا ما بخرجش بره حدود بلدي. كل السبلاير كل الجودز بتاعتي بشتريها من عندي، الا اذا احتجت حاجه معينه، ودي في الحاله دي مش انا اللي بشتريها، بطلب مثلا من سلمى ان هي تجيبها وانا هاخدها منها. لكن انا ما بستوردش، انا ما بتعاملش مع سبلاير، انا بروح ليكي انت سته بتشتغلي في استيراد وتصدير وبتجيبي الماتيريال اللي عايزاها، بشتري منك كاني بشتري لوكالي، ماليش علاقه باي حاجه ثانيه، وده بيقلل الريسك بتاعتي، ما فيهوش اي ريسك، ومفيش ادمنستريتيف بروبلمز اللي هو الورق بقى اللي هو بيلف من بلد لبلد وشحنه وحاجات والكلام ده مش موجوده. دي اكتر حاجه سهله، اكتر حاجه واضحه، معظم الكومبانيز بتبتدي دوماستيك سورسنج الاول. بعد كده عندي رياكتيف انترناشونال سورسنج، وهنا دي بعض الكيسز اللي انا بستعمل فيها ماتيريال من بره لما ما يكونش عندي اوبشنز في الدوماستيك سورسنج بقى. الحاجه دي مش موجوده في مصر، يعني مثلا زي القهوه، احنا ما بنزرعش قهوه في مصر غصب عني، حتى لو انا شركه مصريه مضطريه ان انا الجا لحد انترناشونال سبلاير عشان اجيب فيه الماتيريال. يبقى انا عندي lack of domestic supply، ما عنديش raw materials، ما عنديش components زي العربيات. احنا في عربيات بتصنع عندنا في مصر، بس في معظم قطع الغيار بتيجي من بره، لان احنا ما عندناش المصانع اللي بتصنعها. احنا بنتكلم مثلا على نفس الكونسبت، الماده الفعاله بتاعت الفاكسين قبل ما تبتدي تصنع في مصر كنا بنضطر نستوردها، مع ان بنعدلهم هنا عشان الماده الفعاله نفسها ما بتتصنعش عندي. اي حاجه كده بقى، حاجه مش موجوده عندي domestic سواء كماتيريال او ككومبوننت، فبضطر ان اعمل انترناشونال بورشيسنج. هنا ممكن يبقى عندي كمان ايشوز مع الدوماستيك سبلاير برفورمانس، موجوده بس انتوا وحشين قوي يا جماعه، مش هينفع اتعامل معاكم، السيرفر بتاعتكم وحش. زي ما بنقول في مصر مثلا بعض الحاجات لازم تكون مستورده عشان الدوماستيك سورسنج سيء وحش. او ان انا عايز اشتغل سورس جلوبالي، يعني عايز افتح شويه الدنيا، فابتدي بحاجه صغيره قوي اتعامل فيها واشوف انا هقدر اتعامل جلوبالي ولا لا. طيب proactive international sourcing بقى، ده more sophisticated purchasing practices. بعمل wider supply chain بتاعتي، ببتدي ان انا اعمل ايه، يبقى عندي better prices و better quality من فكرة supply chain international. بمعنى ان انا شايف ان الماتيريال الافيلبل عندي هنا ممكن تبقى كويسة، بس انا can do better،
ليه اتعمل مصري؟ ليه ميد ان ايجيبت؟ طب ما انا اجيب حاجه ممكن تكون ميد ان انجلاند، ميد ان ماليزيا، ميد ان اي حاجه تانيه، لو المسيره دي احسن. يبقى انا بيتر برايسز، اسعار احسن لو اتعملت بره. ساعات المسيره اللي عندنا في مصر ده بجد اغلى من بره. ليه بنلجأ للصين؟ اديكم مثال بسيط يعني جدا، حاجات الفوانيس والحاجات التانية اللي احنا بنجيبها دي حاجات المفروض مصري مصري اصلي يعني، وتلاقيه مكتوب ميد ان شاينا. انا رايحة لغاية الصين عشان اجيب فانوس، لما يجيبه من مصر مع بتاع في مصر الماتيريال اللي بيستعملوها في مصر اغلى. روح بقى شوف الفانوس الصيني ده، حطه قدام الفانوس المصري وشوف هني اغلى فيهم، هتلاقي المصري، لان الكوست عندك اعلى والليبر عندك عالي، لكن هو هناك بينتج بكميات كبيرة جدا بستاندرايز، فبالتالي هو اوفر. فهنا يبقى انا البرايس عندي احسن، الكواليتي بتاعتي احسن في الانترناشونال سبلاي تشين. طيب كمان دلوقتي ناو عندي مور اويرنس اوف اوبورتيونيتيز فور برايس ريدكشن. السعر بيقل في كل حاجه لو اشتريت اوفر سيز، لان انا مش بشتري منه حاجه واحده، ساعات بيعمل لي ديسكاونت فعلا اللي بشتري منه كميه. وكمان الحاجه الكويسه كمان ان انا ممكن استعمل البرو اكتف سورسنج دي في ان انا انتج برودكتس جديده، اتفقنا انوفيتيف، حاجه ما اتعملتش قبل كده. فده مش بيعمل لموضوع الانترناشونال سورسنج لان هو اختياره الوحيد، لا ده بيلجأ للموضوع ده لان هو فعلا عايز يحسن من نفسه او شايف فيه فرصه اوبورتيونيتي ليه ان هو يكسب احسن او ان هو يبقى كواليتي بيتر. اخر واحده فيهم جلوبال سورسنج نتورك، ودي الكومبانيز ممكن ان هي تعمل ديفلوبنج كولابوريتيف سبلاي تشين. ازاي؟ بيعملوا سبلاي نتورك مع بعض، where each element of the supply chain work toward the common goal to supply a market. الشركات بتشتغل مع بعضهم وبيعملوا supply network مع بعض، يعني نورد لبعض الحاجات اللي احنا محتاجينها. دول manufacturers وsuppliers بيشتغلوا مع بعض عشان يعملوا supply chain كاملة بره الـ home country بتاعهم. ممكن تبقى الشركات دي زي شركات العربيات، أنا متخصصة كشركة بعمل بس الكاوتش إطار، واحد تاني هيقول لي احنا بنعمل اكسدام، واحد تاني بيقول لي احنا بنعمل مثلا حاجه معينه بينتنج معين، او بنعمل الليزر اللي بستخدمه في الكراسي. كل واحده في الكامباني دول دي البرودكتس بتاعتها، وكلهم في الاخر بيعملوا وان سبلاي تشين يطلعوا وان برودكت. وكل السبلاي تشين دي بتبقى اوت سايد الهوم كانتري، مفيش ولا واحد فيهم لوكال، لازم يبقوا بره البلد. ما ينفعش زي ما شفنا كده التنس بول ولا ماتيريال كامل جوه اليو كي اتصنع عندهم لكن ما اتعملش ما جاش من عندهم. يبقى كل حاجه كانت اوف شور ما عدا بس التصنيع اذا كان موجود، وحتى التصنيع ممكن الجا لبلد ثانيه خالص وابيعه بس عندي في بلدي اصلا. عشان كده بنقول عليها جلوبال سورسنج نتورك. اوكي مفهومين كده الاربعه؟ اوكي في اي حد في الزوم عنده سؤال لغايه دلوقتي في اي حاجه ما قلناها؟ واضحه الدنيا؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ماشي. طيب نيجي بعد كده للنقطه برضو بتتكلم فيها على فكره السبلاي تشين والانترناشونال سبلاي تشين. مش اشكال بقى، هو مدينا كام رسمه كده بيتكلم فيهم على السبلاي تشين بتاعتنا دي ازاي نابلاي بطريقه واضحه. ممكن يبقى عندي هوم كونتري اوبريشنز ويز اكسبورتس. عارفين يعني ايه اكسبورت؟ ما بتشوفهاش مثلا لو انتوا بتعملوا حاجه على جوجل ولا لما الله يجي يقول لنا اكسبورت بوك مارك. تصدير. تصدير، عليك نور. ايه التصدير؟ لو انا ككمباني عندي بيس في بلدي وعايز اصدر اعمل ايه؟ تراديشن ابروتش بتاعي هو ان انا عندي لارج دوميستيك اوبريشنز موجوده في البلد بتاعتي، حاجات دوميستكس باكسبورت البرودكتس بتاعتي اوفر سيز بالشكل الفولي بروديوس، يعني الشكل النهائي بتاعها. انا مش بصدر الكحول من هنا، انا بصدر العلبه دي كده كامله اتقفلت موجوده هصدرها زي بعضها كده. طيب دي بتبقى طريقه الجا بيها، شايفين اهو الكومن جراوند بتاعتي هي الهوم كانتري وانا اللي بصدر، فبيبقى السبلاي تشين بتاخد مني مش بتديني حاجه وبتطلع على البلاد الثانيه. ممكن اتشيف الموضوع ده ازاي؟ عن طريق طرق، يعني اكتر من وسيله، ايا كان طريقه التصدير، الشحن البري الجوي وات ايفر. في السيرفيسز ممكن اعمل نفس الموضوع زي برودكتس بالظبط، ممكن برضه اعمل ديليفري سيرفيس عن طريق بيز لي كومن ناس كومن اوبريشن. فاكرين زي ما لكم فرع السودان لما كنا بنقول الاوبريشن هتبقى من عندنا احنا السيرفيس من مصر، ده دوميستيك وبصدرها ليهم هم بره. فيا فون، ايميل، اي حاجه، اي سيرفيس في الدنيا ممكن اعملها ببلدها وتوصل لغايه عندكم. اوكي؟ يبقى انا هنا الكونسيبت بتاع الانترناشونال سبلاي تشين، انا عندي وان بيز دوميستيك وبتطلع للكانتريز الثانيه بتعمل اكسبورت اللي هي فكره التصدير. مين اللي قال تصدير بقى عشان ناخدك بارتيسيبيشن؟
انا يا دكتور من عبد الله محمد. ايوه اوكي ماشي. طيب نيجي للي بعدها، مالتي دوميستيك اوبريشن. هنا دي مش مكان واحد، بعض الكومبانيز بتقول لك لا مش هنعمل وان بيز اصدر، انا هعمل سيبريت سيلف كونتين اوبريشن في كل كونتري بشتغل فيها، كل كونتري بشتغل فيها هعمل لها اوبريشنز بتاعتها لوحدها. عارفين زي نسله وكوكاكولا وبيبسي، الناس دي فعلا مصر عامله لها حاجه لوحدها، السعوديه، الامارات، ماكدونالدز، كي اف سي، الناس دي عامله كل بلد حاجه. يبقى انا هنا عندي مالتي دوميستيك اوبريشن، كل اوبريشن من دول في كل كونتري من دول بتشتغل لوحدها. ده بيبقى ليه؟ ايه اللي بيخليني اعمل الموضوع ده؟ اولا ممكن يبقى عندي اكستريم ديفرنس في الماركت كاركترستكس بتاعتي، عندي اختلاف كبير جدا في الصفات بتاعت الكاستمرز في كل بلد. يعني اكيد الناس اللي استخدمهم في UK كاستمرز غير المصري، دي طريقه ودي كلتشر وده تعامل وده انكم ودي بلد ثانيه خالص. يبقى الماركت كاركترستكس مختلفه، ممكن حاجات زي لانجويج بروبلمز، ما ينفعش انا شركه روسيه اجي افتح مصنع في مصر روسي، الناس مش هتفهم ولا كلمه. يبقى اللانجويج بروبلمز دي بتخليني ان انا الجا لدوميستيك اكتر واجيب ناس من جوه البلدي فاهمين طباع الناس اللي عندهم wants and needs بيسبيك اللانجوج عارفين السبلايز يشتغلوا عندي عشان يوفر عليا مجهود. الداون سايد بتاع ده ايه؟ ان انا عندي سبورت فانكشنز هاف تو بي دوبليكيتد، الماركتنج هيتكرر هنا وهنا وهنا وهنا، الاوبريشنز هنا وهنا وهنا وهنا، شايفين الكوست هحسبه ازاي، الفاينانشال، الاتش ار. هتقولي ايه المشكله؟ اقول لك ما هو في الاخر نفس البرودكت فاختلافات بسيطه. ففي الحاله دي انا بعلي الكوست على نفسي، ان انا محتاجه ماركتنج مانجر في الاربع فروع، برودكشن مانجر في الاربع فروع، مع اني كان ممكن الجا ان يبقى في فرع واحد رئيسي وفي شخص واحد. ده كوست عاليه عليا شويه. also اللي سكيل اوف ايكونومي اللي هي ايكونوميز اوف سكيل اللي هي اوحد اليونت كوست، ده معناه ان انا عندي وان ستاندرد برودكت، وطبعا ده مش هينفع. انا بقول الاربع فروع دول مختلفين عن بعض، مستحيل يبقى عندي وان ستاندرد برودكت. في الحاله دي للاسف بيبقى الكوست عندي برضو اعلى على مستوى اليونت كوست بتاعت كل برودكت، بدل ما كانت 10 دولار ممكن توصل 12، لان بلد دي فيها جمارك، البلد دي فيها ضرائب، هنا انا بدفع على موظفين مرتب اعلى من الموظفين بتاع البلد دي وهكذا. يبقى اتس فيري جود لو انا عندي ديفرنت كاركترستكس في الماركت وعايز اعمل كاستمايزيشن، بس لازم اعمل الموضوع ده في حرص عشان الكوست ما تبقاش اعلى من البروفيت بتاعتي. عندي بقى مستوى اعلى شويه اللي هو بتاع ليه الريجنال اوبريشنز. الريجنال اوبريشنز دول بنتكلم فيهم على ان عايزه اعمل بالانس بين اللوكال سبيشاليزيشن والايكونوميز اوف سكيل. كانتريز يعني كثيره قوي بتتعامل، او يعني بلاش نقول كانتريز، يعني هو مش تكتلات دوليه، اكتر منظمات بقى كتير قوي من الاورجنايزيشن تسمح بيتكلموا على ريجن، ريجن كامل كده واخدينه على بعضه، مش بيتعامل بدوله كده على بعضها، اتحاد اوروبي مثلا كده على بعضه. كل ريجن من دول بيعتبر ان هو ليه ماركتنج معين، نورث امريكا كلها بكل الحاجات اللي جواها، استراليا دي لوحدها مش عارف، لا ميدل ايست، الشرق الاوسط كله ده مع لوحده. ده بيدي بالانس بان انا اسيرف اللوكال ماركت، انا بعتبر ان كل دول خليج واحده، الجلف كله واحد، فبالتالي بدل ما افتح مصنع في كل واحده لما انا اعمل واحد واعتبر ان الريجن بتاع الجلف ده كله واحد بالنسبه لي، فبعرف اللوكال ماركت. وفي نفس الوقت الترانسبورتيشن كوست بتبقى اقل، لان لو خدنا بالنا شايفين في سبوت ميدل بين كل ريجن والتاني، انا وقفت نفسي في النص وبتحرك من ده، بس بتحرك في حدود الدهب. لو قلت الشرق الاوسط يبقى بس دول الشرق الاوسط، قلت دول افريقيا يبقى بس دول افريقيا، ماليش دعوه باي حد فين، دوله قريبه، دوله بعيده، دوله على الحدود معايا بعتبرها ريجن مختلف، بكاستمرز تانيين، بماركتنج تاني، كل حاجه مختلفه خالص. يبقى دي برضو بستعملها لو انا شركه مالتي ناشونال، قادره ان انا كيب اب مع اكتر من كونتري، مش شايفه ان في ديفرنس عالي في الكاستمرز ماركت، وفي نفس الوقت قادره طبعا ان انا ديليفر لديفرنت لوكيشن من المنظر ده، ما يبقاش فيها مشاكل. جلوبال كوردينيتد اوبريشنز، شايفين البوكس ده مش ريجن ولا دوميستيك ولا اي حاجه، دي اترولي انترناشونال اوبريشن، ميني كونتريز، موست ريجنز، في كل الدول تقريبا، في a lot of transfer of goods and services across the countries and regional borders بتاعتي boundaries. ال companies will export the products and services بتاعهم، وال local demand is lower but overseas demand is higher. بمعنى ايه؟
انا امتى هصدر البرودكت بتاعتي؟ لما يكون الديماند المحلي اقل من الديماند الخارجي. انت عايزه البرودكت ده في مصر بس هم ما بيبقاش عندي في امريكا، يبقى هبتدي اصدر. مش كده بقول عليها دي. لو اللوكال الديماند بتاعي عالي مش هحتاج اصدر ابدا، مش هحتاج الموضوع ده لان انا اوريدي عندي كفرد السيلز اللي انا عايزه اوصل لها. لكن انا بلجأ للموضوع ده لما يكون اللوكال ديماند نفسه بدأ يبقى لور، والاوفر سيز ديماند هو اللي هاير عندي. طيب الفكره كمان ان البوينت هنا هو ان بعض الكيسز كل فاسيلتي في بوينت معينه بتبقى سبيشالايز في برودكت معين او بتبروديوس جودز معينه، وتبتدي ترانسفير البرودكت دي لمكان معين يجمعوهم ويبيعوها للكاستمر. او يبقى مثلا يقول لك لو انت عايز البرودكت ده بيتعمل في مصر في الفاسيلتي بتاعتك، البرودكت الثاني بيتعمل في السعوديه، يبقى احنا ده هنجيبه لك من الامارات، ده هنجيبه لك من الهند، ده هنجيبه لك من مصر في نفس الشركه، بس كل فاسيلتي متخصصه في حاجه معينه بتاعتهم هم، بس اللي بيبيعوها ما بيعملوش غيرها. اديكم اكزامبل على ايه، مثلا حاجه زي كده. حد فيكم يعرف اكزامبل على شركه بتعمل حاجه زي كده او سمع عنها بتعمل كده؟ بتكون شغاله جلوبال او مثلا في كل بلد بتنتج حاجه هي نفس البراند او نفس الكامباني، بس لو انت عايز حاجه معينه لازم تجيبها من البلد دي ما تلاقيش في اي بلد ثانيه. اقول لكم مثلا انا زي ايه، زي ابل وسامسونج. ابل وسامسونج معروف عنهم ان احنا لو رحنا مثلا سامسونج بالذات، لو رحنا السعوديه دلوقتي وسالنا عن البرودكتس هتلاقي فيها الوان مختلفه واشكال مختلفه واسعار مختلفه. مش بس كده، ده كمان البراند بتطلع بعض البرودكتس مش موجوده عندنا، فما تسال عليها يقول لك اللون ده بيتباع بس في الامارات، الموبايل ده التايب ده نزل بس في السعوديه، عايزه لازم تشتريه من عنده، تشتريه من اونلاين، مفيش اوبشن ثانيه، وبيجي من هناك، والمصنع بتاعهم ممكن يكون موجود في البلد دي، بس هو بيتعامل على ان هو بس الديماند عالي لوكال في المكان ده على البرودكت ده، ما اقدرش اجازف واعمل نفس الموضوع ده في بلد ثانيه ممكن ما يبقاش عليها الديماند عالي، خصوصا لو الديماند اوفر سي التوتال اعلى بكتير من الفاسيلتي بتاعتي. يعني ما ينفعش مصر بس هي اللي تصدر، لازم اعمل في السعوديه في الامارات يبقى عندي ديفرنس، عشان فاسيلتي واحده مش هتستحمل كميه البرودكتس بتاعتنا دي. انتوا فكره كده عامله ازاي؟ انا هنا ممكن الجا لاي واحده من دول. المهم ان اي انترناشونال اوبريشن استراتيجي هستعملها اكون حاسبه الكوست بتاعتها كويس جدا، لان الخساره فيها بكارثه. ويعني تكمله للكلام ده افكركم بس بحاجه، هي في الوقت اللي احنا كنا زي دلوقتي السنه اللي فاتت وقت الكورونا، في شركات خسرت خساره مش طبيعيه. ليه؟ كان السبلاير بتاعها مينلي معظمهم، حتى كان ترامب طلع قال الكلام ده قبل كده، ان هم اكتشفوا ان ثلاث ارباع الصناعات في الصين وثلاث ارباع السبلاير من الصين او من الدول اللي هي قافله. دي مصيبه. يعني ايه ان انت تعتمد على وان سبلاير حتى لو هو جلوبال؟ ويعني ايه ان معظم المصانع تبقى في الدول معينه بس؟ ويعني ايه انت ما عندكش سبلاي تشين تقدر او نتورك بسرعه تعوض اللي حصل ده؟ مش كده بقول نحسبها كويس قوي، لان الكوست بتاع خسارتها انا كل يوم بخسر ملايين في التاخير في الحاجات اللي زي كده، لازم ابقى عارفه كويس قوي. طب نيجي لحاجه بعد كده بقى، سيبنا من السبلاي تشين ده، فاسيلتي لوكيشن. انا هبني المصنع بتاعي ده فين؟ مجرد ما الكامباني تقرر ايه النتورك بتاعتها، بيبتدي ان هو المانجر لازم بقى يعمل ديسيجن هو لوكيشن دي، بيبص على السايتس ويبتدي يشوف اني موست سيوتبل يعني لوكيشن للفاسيلتي بتاعته. بس عشان يعرف اني سيوتبل لوكيشن لازم يانسر تو كويشن. اولا which country would be the best to locate in to serve particular region، عشان اخدم region معين، اني احسن country احط فيها المصنع بتاعي اللي بيبقى بتصدر. مثلا احنا عندنا هنا حاجات في مصر بتلاقيها لو قريتوا على الورق بتاعها هتلاقيه بتصدر للامارات، بتصدر للمغرب، بتصدر للسعوديه. هو معتبر ان مصر اللوكيشن بتاعها ممتاز ان هي تعرف تصدر للناس دي كلها. يبقى كانتري انا بحدد بالدوله مش بسبوت، بالدوله اللي بعتبرها الدوله اللي ممكن اقول عليها الدوله الوسط اللي تقدر توصل لكل الاماكن في الريجن اللي انت اخترتها. تاني حاجة which part of the country provides the best location بقى؟ جوه ال country which part will provide the best location to meet the requirements بتاعتي؟ تحقق ال requirements بتاعتي. مين أحسن من أني أحسن مكان؟ شركات كتير قوي بتيجي هنا عندنا في مصر بتقرر إن هي تشتغل فين؟ في القاهرة؟ في اسكندرية.
ليه؟ اكتر يعني اكتر محافظتين فيهم عدد الكسور، اكتر محافظتين فيها كوادر، ما بنتكلمش عن الاماكن الثانيه مفيش كوادر، لا هي مشكله ان اعلى جامعتين عندنا في مصر ده فعليا بجد جامعه القاهره ثم جامعه اسكندريه ثم عين شمس ثم حلوان وهكذا. فاحنا بنتكلم عن ان العاصمه الجامعات بتاعتها اعلى، والمحافظات للاسف الجامعات بتاعتها الكراك اقل. فانا لما باجي افتح تقولي عرفت الجامعات، اقول لك انا عايزه ناس تشتغل ستاف، فبفتح في المكان اللي انا عارفه ان فيه ستاف عندهم كابابيلتيز عندهم سكيلز، بفتح في المكان اللي انا عارفه ان انا هعرف لو اوصل للكاستمر فيه، بفتح في المكان اللي هيجيب لي اعلى امباكت. معظم الوزارات والخدمات عندنا هنا في القاهره، فبالنسبه لي لو انا شركه مالتي ناشونال وجايه عندكم عايزه كل حاجه تبقى سهله، اكيد مش هروح افتح مثلا في اسيوط وهحتاج كل شويه اسافر كل عشان اوصل هنا، مش هعمل كده. يبقى انا بلاقي الكونتري بوضوح جدا بنلاقيها بناء على ايه بقى؟ كتير قوي. اولا بنبص على البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد المجتمعي، الثبات. احنا كان عندنا مشكله في مصر فتره طويله من بعد 2013 ان احنا عمالين نقنع في الناس ان احنا ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ عندنا خلاص ثبات اقتصادي وثبات سياسي، ما عندناش ارهاب، ما عندناش مشاكل، ما عندناش عنصريه. دي حاجات بنبص عليها. دايما يقولوا على مصر من احسن اماكن في الاستثمار، ليه؟ الكوست بتاعتنا قليله، مجالاتنا مفتوحه، عندنا شباب كثيره جدا عايزين يشتغلوا وانوفيتيف بطبعنا. يبقى دي كونتري اتشجع ان انا اعمل فيها الاستثمار بتاعي تبقى الريجن. ثم البراند بتاعت الكونتري بقى، حاجه زي مصر عندنا دايما بنقول عليها ان هي ايه الدوله الوسط فعلا، لو في مشكله لو في حاجه هي المكان اللي كل الناس بتحترمه، هي اكبر دوله في دول مثلا الشرق الاوسط. يبقى انا في الحاله دي بقت دي السبوت اللي بروح عليها. حاليا من الدول الجديده بقى اللي دخلت الموضوع اكيد الامارات، اكيد السعوديه بعد الانفتاح اللي حصل عندهم. بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي معروف عندهم ان هو ينفع تروح تفتح عندها، بس هي دلوقتي حاليا هي الامارات والسعوديه اكتر اثنين، بس عشان تعداد السكان الاوبن مايند بقى عندهم ديفرنت كلتشر وديفرنت كاستمرز، فبقى الموضوع حلو قوي بالنسبه لي واصدر منه برضه. لكن تعالوا نبص مثلا، نادر قوي ما اروح افتح في ليبيا، راح افتح في تونس. الدول دي مش وحشه بس اضعف، اقل في عدد السكان، مالهاش علاقات، بعدين ابعد لو انا حسبتها مسافات وتعامل اقتصادي هلاقي ان هي اضعف منهم. انا عايزه حاجه تكون كمان ليها علاقات كويسه بالدول الثانيه، ما يكونش فيها شكل بينهم، ما يكونش فيها حرب. اوكي، يبقى هو ده المهم بالنسبه لي قوي. كله كريكويرمنتس طبعا ببص عليها بكل حاجه، البرايس بتاع اللوكيشن اللي اتفقنا قريب من الخدمات السيرفيسز اللي عايزه احققها ولا لا، في ستاف ولا لا، الكاستمرز بتوعي، اللوكيشن نفسه سيف ولا مش سيف، هل في كومبيتيتورز تانيين موجودين في المكان ولا لا كده. اوكي، يبقى دول التو انسرز اللي انا برد عليهم عشان اعرف اذا كان اللوكيشن بتاعي سيف ولا لا. نيجي لاخر واحده فيهم اللي هي الانترناشونال سيرفيسز. السيرفيس اوبريشنز بتاعتي ما بتبقاش سهله قوي زي البرودكت. دايما انا بقدم سيرفيس وانترناشونال بيبقى فيها صعوبه شويه. دي ليها ديفرنت سيت اوف تشالنجز مختلفه عن البرودكتس بتاعتي. طيب اللارج مالتي سايت سيرفيس would find it easier if they replicate the same type of service outlet worldwide. السيرفيسز دايما انا بيجي يفتح في مكان تلاقيه يحاول على قد ما يقدر يقدم لك نفس الشكل بتاعه اللي في اي بلد. شفتوا الدي اتش ال؟ هي في السعوديه نفس الشكل بتاع السيرفيس، حتى الفاسيلتي نفسها شكل الفاسيلتي، هو اللي في مصر، هو اللي في الامارات، هو اللي في امريكا، هو بيحاول ما يغيرش. ارامكس نفس الكلام. البنوك اتش اف بي سي سي اي بي، الحاجات دي هتلاقيها تقريبا ليها نفس السيميلاريز، نفس التايب اوف سيرفيسز. حاجات الاونلاين دي اكزامبل على الدي ولندن، دول سوبر ماركت جيرمان الاثنين احسن حاجات. يعني عملوا ستاندرد سايز وشيب للستورز بتاعتهم نفس الشكل بالظبط، المحل شكله نفسه واحد عشان يماكسمايز الافشنسي، بحيث ان انت لو انت سافرت السعوديه دخلتي مع الدي وجيتي مصر دخلتي الدي تحس ان هو واحد، ما تحسيش باختلاف. اللي شويه مستر يونيون كمان ايه، قولي هقولي ويستر يونيون، ويستر يونيون كل مكان زي بعض، كل بلد يعني. حد يعرف يديني اكزامبل على حاجه زي كده شافها بره مصر وجوه مصر حاجه واحده بتقدم نفس السيرفيس وبتقدم نفس الشيب حتى بتاع البيلدينج بتاع الحاجه بتاعتها؟ انا قلت ويستر يونيون. ويستر يونيون ماشي، فاحمى حياتي، انا بتكلم على غيرك يعني حد تاني. صح ويستر يونيون طبعا طبعا، معظم شركات اللي هي الفاينانشال سيرفيسز بتتعامل كده. ايه تاني؟ ستاربكس. ستاربكس اوكي. بتحس ان هي نفس الشيب بالظبط؟ انا حاسه ان هي يعني مش تيبيكال. لا هو لا هو اتس موستلي تيبيكال، بس يعني في ديفرنت يعني ديفرنت انتيريور ديزاين، بس كتير كان سواء دي موستلي لوك ذا سيم. انت
حاسه طب التيست ذا سيم يعني، بتحسي بس التيست ذا سيم، ذا سيم كواليتي، كل حاجه ذا سيم؟ ما اعرفش honestly على التيست كواليتي. بس او بصي يمكن عشان في اختلاف شويه بيبقى في بعض الحاجات، بس انا حاسه ان هي يعني قريبه قوي، قريبه قوي. صح، ستاربكس طبعا ممكن تبقى من ضمن الحاجات. ها ايه تاني؟ يلا قولي اكزامبلز عشان بارتيسيبيشن. فودافون، انان، صح، بعض الحاجات، صح، بعض السيرفيس. فودافون هي المفروض ان هي واحده في كل، فودافون شركه انترناشونال ممتازه طبعا، فبتتعامل بان الكواليتي المفروض تكون. بريدجستون يا دكتور. كان ماكدونالدز بي ان اكزامبل تو؟ بريدجستون. صح. كي اف سي. كي اف سي طبعا، مشكله. صح. ال جي يا دكتور. سامسونج، صح. الكواليتي بتاعت الكودك تقريبا. بصي هي بتتكلم على سيرفيس وايز، انا بحس ان هي بتقدم سيرفيس واحده، خصوصا السيرفيس الاونلاين بتاعتهم ما بتفرقش معاهم. كارفور مثلا ولولو زي كل البلدان نفس النظام. ما هي الفكره في كده، احنا ده اللي بنتكلم عليه، ان هو زي ما انت قلت سامسونج، جي اف سي، ماك، زي ما عبد الله قال، كل اكزامبل، ال جي، كل الناس اللي قالت الاكزامبل دي كلهم بيعتمد على ايه؟ على ان انا عندي بريبليكيت السيرفيس هي بدون اي تشينج، عشان ما يبقاش في عندي ايشو في التعامل مع الكاستمر. انا مجربه وعارفه البروبلمز وعارفه الدنيا وعارفه كل حاجه. اللي برضه بتتعامل كده صح، بتشتري شركات العربيات معظمها صح كده. برضه عندنا حاجات زي مايكروسوفت، زي جوجل، واحد هو بيتعامل، واحد جربه كده تسلب جوجل، لو في مصر، لو في السعوديه، لو في الدول، اي دوله في الدنيا، لو في يو اس اي نفسها، هتلاقي ان هو بيتعامل معاكي على نفس الكواليتي اوف السيرفيس، مفيش فرق. طيب هل ده possible في كل انواع السيرفيسز؟ لا طبعا، في بعض انواع السيرفيس بضطر ان انا اديها لوكال تاتش، حاجه تقرب لللوكال اكتر منها للجلوبال. ففي الحاله بتاعتنا دي بنتكلم على هو مدينة اكتيفيتي يعني ممكن تعملوه، السوبر ماركت اللي هو عمله انترناشونال ادابتيشن لنفسه، ده في 3.8، مش عارفه هم هنا حاطين لنا ولا لا، شوفوا كده، خليني ثانية بص لكم عليه. وتهيألي هو للأسف مش في ال مش في الريدنجز بتاعتنا، فممكن يعني هو بيدينا زي شورت في اكتيفيتي، ممكن يكون ان هو قصده ان احنا نعمله مع بعض. السوبر ماركت اللي عمل ادابت انترناشونال، ودي سهله قوي ان احنا نقولها. طبعا نمبر 1 بالنسبه لنا هنا في مصر ايه؟ انهي سوبر ماركت اللي انتوا حاسين ان هو انترناشونال عندنا؟ كارفور طبعا، صح؟ كارفور صح؟ لولو وكارفور، دول الاثنين اللي هم يعني اشهر اثنين عاملين كده. لسه كنت بقول لكم على كارفور، لو رحتوا بجد بقى ده فاكت، رحتوا في السعوديه، لو رحتوا في الكويت او سبينيز، بس يمكن سبينيز الشكل بيختلف من بلد لبلد شويه في الديكور. كارفور بيبني نفسه ده الشكل، يعني جربي تخشي الماظه بتاع الشروق بتاعكم هنا جنبنا، واللي عندي مثلا ناحيتي في زايد مختلفين، يعني مش مختلفين. ايكيا كمان هو نفس الديزاين، نفس الحاجه بالظبط، صح؟ بالظبط، عمل كده نفس الشكل، بس كمان قدر يعمل الجزء اللي احنا قلنا عليه بقى التاتش اللوكال، حاجات بتاعت مصر موجوده جواه، كل البراندز المصريه، حاجات مستورده، طبعا مترو نفس الكونسيبت، مترو اساسا مش مصري، الكونسيبت بتاعه مش مصري، قدر يجيب مستورد، بس في نفس الوقت تلاقي حاجات اللوكال اللي انت عايزاها بتاعتك كلها موجوده عندك. الفا، جورميه، سعودي، صح، انام، كل الحاجات دي قدرت تفتح انترناشونال، بس في نفس الوقت قدرت تحط التاتش اللوكال بتاعها بانها مش تديكي الحاجه الستاندرايز اللي هي من بلدها، لا انا بديكي الحاجات المنتجات المصريه بس بشكل المكان بتاعي الانترناشونال بتاعي. يبقى مش كل سيرفيس هينفع اعمل لها كوبي بيس بالظبط، في بعض الحاجات ممكن اخد شكلها بس الكالتشر تغير فيها شويه، او اغير في الستاف، او اخلي زي ما اتفقنا ايه، زي ما ده العمل كده، اما خليتها انترناشونال هي مش سيتبل للناس اتضايقوا، فيفضل ان انا اخليها جزء منها يكون انترناشونال ستاف مع جزء لوكال من الهند، يبقى في كومبينيشن. يبقى هنا دي طريقه سهله وبسيطه جدا زي كما عندنا ابسط مثال. اللوكيشن مختلف، المباني مختلفه، بس اتس ستيل ريبليكا بالظبط، كوبي بيست سيرفيس، بس في نفس الوقت عندنا كليه زي اعلام قدرت تاخد الجزء اللوكال اللي مش موجود في دوله ثانيه، احنا العماد، ف
فبالتالي احنا اللي بنفرض المواد بتاعتنا في كليه زي كده. لو بيزنس كوبي بيست اعلام مش كده، لو بيزنس كوبي بيست اما بتاخدوا حاجات بتاعت الجي ار بتلاقوا التاتش اللوكال بقى، تاريخ مصر مش تاريخ السعوديه، ده بجد. انتوا الجي ار 131 دي مثلا من المواد اللي بتدرس قبل كده عليها، هي في السعوديه ليها كتاب بتاع حضاره السعوديه، الكويت ليها كتاب بتاع حضاره الكويت، احنا هنا حضاره بتاعت مصر، الكتاب ده مصري بتاعنا، الدكتوره عندنا اللي عنده. فبالتالي ده كان لازم اديكي نفس السيرفيس يس، بس في حاجات في السيرفيس لازم اغيرها لوكالي عشان اماتش الكاستمر اللي في المكان ده. اوكي، هي بقى ايكيا صح طبعا يا انام، اكيد اكيد ايكيا من الحاجات اللي فعلا شاطرين قوي، في حاجات بيعملوها ربكده، في حاجات بتلاقيها ماشيه مع مصر، ماشيه مع السعوديه، سبحان الله ماشيه معاهم. طيب ده كان الجزء الاول من الريدنج. الجزء الاخير بقى بتاع الحبه الاخرانيين دول هنتكلم فيهم على بورتر، واحنا هنخلصهم وهناخد بريك قبل، يعني هناخد بريك طويله وبعدين نرجع نكمل الجزء بتاع اللي هو الاي لايبرري والاي حد عايز يسال على حاجه في التيم ايه. طبعا احنا هنا بنتكلم على reading to competing in a global trade environment. طبعا كل الجزء اللي جاي ده هنتكلم فيه كورتو. اول حاجه لازم ابقى فاهمها ان احنا الانترناشنال سبلاي تشين شفناهم دول مبنيين على ان انا عندي global trade environment، عندي تنافس على مستوى عالمي. الانفايرمنت دي بتتعامل فيها ازاي؟ ما هو الشركه الدوميستيك اللي انا عارفاها غير خالص الشركه الانترناشنال اللي انا ما اعرفهاش. عندي بوينت هنا ان لازم اندرستاند الكومبيتيشن سواء انسايد الكونتري بتاعتي او اوتسايد الكونتري بتاعتي اتعامل معاها ازاي. لازم ابقى فاهمه الجلوبال فيت انفايرمنت دي ليها ريجوليشنز مختلفه، قوانين على مستوى العالم غير قوانين الدوله بتاعتي، ايه التشريعات اللي بيحطوها. مش بس كده، عندي كمان الستريس في الاوبورتونيتي، مجرد ما خرجت بره حدود دولتي اختلفت تماما. احنا عندنا ستريس عالمي زي الكورونا، ده مش ستريس موجود لدوله، فبالتالي ما ينفعش جوه مصر عندنا هذا الخطر. خطر ده مش موجود لوكال، ده جلوبال. اتعامل معاه ازاي؟ انا عندي ثريتس او مخاطر لوكال وثريتس موجوده جلوبال على مستوى العالم كله، لازم الاثنين ابقى عارفين. مور اوفر الاورجنايزيشنز عندنا اللي هم بيز اون وان كونتري ممكن هم يحصل لهم افكت باي جلوبال ترند، تقول لي انا مش هاخد بره بلدي، انا مش هاخد مصر، انا مالي بقى جلوبال. بس لما سعر الدولار بيطلع حضرتك في بلدك بس بتتاثر، لما بتحصل حاجه كورونا في بلدك وبتتاثر، لما بتقع البورصه في طوكيو حضرتك بتتاثر. يبقى مش معنى ان انا لوكال كونتري لوكال بزنس في الكونتري بتاعتي ان انا مش علاقه بالجلوبال ترندز، لا طبعا. كل التاثيرات العالميه بتاثر على الاقتصاد بتاعي، دي فكره الجلوبلايزيشن اللي احنا قلنا عليها قبل كده. العولمه في حد ذاتها بتاثر عليا عشان الكوميونيكيشنز، بقيت توصل لي المعلومات، بقيت بشتغل على مستويات مختلفه، وبيعمل عارفين كده بالظبط زي الموجه زي التسونامي من على بعد قد ايه، بس اثرت على قد كام واحد، هي كده بالظبط كانه زلزال. انت عندك التوابع بتاعته وصلت لغايه بلدك. يبقى انا ممكن اسافر فروم انكريز ان انترناشونال اويل اور جاز برايسز. احنا ليه عندنا في مصر ازمه موضوع البترول؟ عشان السعر العالمي للبترول زاد غصب عني، في مصر كان لازم ازوده. السعر العالمي بتاع الذهب طلع، اللي بيحصل بينزل، يبقى هتاثر حلو او وحش على حسب. احنا ليه هنا في الجامعه ممكن نرفع المصاريف؟ عشان انا بتعامل بالدولار بجيب الحاجات دي غليت، الجمارك زادت من بلدها وانا بجيبها هنا دفعت فلوس واضطر ارفع فلوس عليكي. يبقى انا في امباكت بيحصل عليا وذر ان انا بشتغل جلوبال او نوت. يبقى لازم ادرسه، لازم ابقى فاهمين، مش اوبشن تقول ان انا بشتغل لوكال. طيب understanding the global trade environment بقى، ان انا افهم الجلوبال ايكونومي الاقتصاد العالمي ده essential في البيزنس ده بجد. وعلى فكره يعني فيكم ان شاء الله داخل ماركتنج هيلاقي كتير قوي مننا بنتكلم فيه على فكره الايكونومي، بندرسك اجزاء اقتصاد وليه الايكو 1 والايكو 2 بقت دلوقتي بنشجعكم عليها. لازم تكون فاهم، سيبنا من ده طبعا يعني حاجات بسيطه جدا من الاصل. ما ينفعش بيزنس ما يكون غير ما يكون فاهم اقتصاد، اقتصاد دوله واقتصاد عالم. يبقى لازم ابقى فاهمه الايكونومي جلوبال ايكونومي وورلد وايد. لازم ابقى عارفه الفلو فليبر، حركه العماله، حركة الجودز الداخلة وخارجة، الماني وايز، الماني العملات، السيرفيسز والانفورميشن المعلومات عن الدول وبعضها، دي مهمة جدا في التريدنج انفايرمنت بتاعتنا. الجلوبال ايكونومي بتاعنا في شوية فيتشرز كده ممكن ان احنا نقدر تبقى واضحة بالنسبة لنا كبزنس. الفيتشرز دي ايه؟ أول حاجة الانفورميشن والكوميونيكيشن تكنولوجي، الاي سي تي. خلاص كل الناس في الدنيا لازم تكون عارفه تكنولوجي، لازم تكون فاهم،
دلوقتي انا ممكن اتريد في البورصه بتاع طوكيو ولا في الستوك اكستشينج بتاع لندن وانا قاعده ببيتي وانا قاعده معاكم كده في ليكتشر في مصر مش اي مشكله. فانا انفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي عملت امباكت وظهرت الجلوبال ايكونومي بقى بيتعامل معاها ازاي. الحاجه الثانيه السوشيال نتوركس السوشيال ميديا والبلوجز والويب سايتس والحاجات اللي هي ما كانت هي زي الايميلز او هي بقت كوميونيكيشن تولز عملت انتر كونكشن مش طبيعيه. فبقيت ممكن اشتغل اونلاين مع شركه في اخر بلد في الدنيا من غير اي مشاكل. يبقى برضه دي من الحاجات اللي اثرت على الجلوبال ايكونومي. احنا دلوقتي بننافس اونلاين حاجه زي زوم هي دي مصري اهو احنا بنستعملها عندنا في مصر مش شركه بجد سيرفيس بتتقدم وقدرت ان هي توصل لغايه ابعد حته في الدنيا وعارفه ان هي اصلا نفسها على الوضع في اي بلد في العالم. وده كله بسبب سوشيال نتورك وانفورميشن كوميونيكيشن. طيب كمان حاجه تانية عشان افهم التريد انفايرمنت بتاعتي ان انا ما بقاش ينفع ان اتعامل على مؤسسات او منظمات اورجانيزيشن اللوكال. عندي الغرفه التجاريه بتاعت مصر بس دي مش قوانينها وتشريعاتها مش ملزمه للسعوديه مش ملزمه للامارات. الحل كان ايه؟ ان انا يبقى عندي بجد جلوبال تريد انفايرمنت. الحاله هنا ان احنا بدانا مثلا نسمع عن تريد انفايرمنت بدات تظهر في كولومبيا حاجات زي زارا زي اتش بي زي دال بدات تتعامل مع دول معينه باسمها براندات بقت عالميه. الدوله دي بقت عالميه لما استورد يا جماعه احنا بنجيب المسيره دي من كولومبيا معروف عنها بيجيب كذا. كولومبيا مثلا مشهوره دلوقتي بالسيلينج كافي على مستوى العالم بقت جلوبال ما بقاش ينفع ان اروح اجيب من دوله ثانيه. طبعا في دول ثانيه فاهم كام عليها اشهر واحده فيهم كولومبيا رشا جاز. الخناقه اللي كانت بين روسيا وامريكا لغايه فتره قريبه البترول والغاز عايده تبقى اكبر مصدر في العالم هي المصدر الاول والوحيد وده اللي امريكا برضه بتسعى وورلد وايد تبقى الاسم الاول. ما مصر بتصدر مصر بتصدر بس انا بتكلم على مين اكبر واحده ومين بقى اللي تتحكم في اللوز والريجليشنز ومين اللي بتحط التسعيره ومين بتظبط الدنيا هي المكان ده. الاقوى المور دوميننت هو اللي بيتحكم في التريد انفايرمنت كلها بالظبط زي ما احنا بنقول عندنا في مصر لوكلي ايام ما كان حد تعز اعلى واحد كان هو اللي بيتحكم في كل حاجه على مستوى الدوله كلها في الصناعه دي. عشان يقدروا يمانج الموضوع ده كان لازم يحصل حل. كان لازم يبقى في اورجانيزيشن بتتابع حركه التريد على مستوى جلوبال وما يكونش ليها مصلحه لدوله معينه ما يبقاش ليها مصلحه لمصر السعوديه. بدأوا يعملوا تريدنج ان اورجانيزيشن زي الورلد تريد اورجانيزيشن دي منظمه غير تابعه لاي دوله زي ال WHO كده منظمه الصحه ما لهاش علاقه بيجيلها فاندنج من دول العالم كلها بتساعد فيها زي البنك الدولي بس مش تابعه لدوله معينه فبالتالي ما لهاش مصالح. طبعا الفاندنج في حد ذاته مصلحه فلان بيمولني اعلى ففلان ده مصلحته الاول بالنسبه لي بس المفروض ان زيهم زي كل المؤسسات زي الفيفا زي ما قلت لكم اليونسكو زي اليونيسف زي كل الحاجات دي هي نون جفرمنت اورجانيزيشن بتقال عليها مؤسسات غير تابعه لحكومات مش تبع دوله. يس انا ممكن اكون موجوده في دوله مقر بتاعي فرع مصر بس انا مش تبع مصر بيتقال عليا ان غير ملزومه باي تشريعات تطلعها البلد. انا بشرع للعالم فبيتقال لك هنا ان في ايكواليتي نوع من انواع المساواه بين كل الدول وبعضها. يبقى كان هنا من ضمن الحاجات برضو الكويسه ان المؤسسات دي ظهرت وعملت نوع من انواع اللي هي ايه نقول عليها تقليل او نقول ليميتيشن للباد بيهيفير في التريدنج. لما كانش في الحاجات دي كانت الدول العظمى بتضغط على الدول الاقل منها في موضوع التجاره لكن دي حمت حقوق دول زي السودان زي ليبيا زي تونس الحاجات الصغيره اللي هي محتاجه حاجه زي كده تتابع معاها. البنك الدولي احنا اكتر دوله حاسين بمجهوداته لولا الدعم اللي هم قدموه لنا والحاجات اللي عملوها معانا استحقاقات كان زمان مصر خسرت كتير جدا احنا كنا اقتصادنا سيء جدا. هو قدر في الورلد تريد اورجانيزيشن في الورلد بانك في كل الاورجانيزيشن دي ان هو يعمل جايد لاين نمشي عليه في التريد انفايرمنت بتاعتنا. نيجي للكومبيتيشن اوف تريد امونج كانتريز بقى. لو انا هعمل تريدنج بين الدول يقول لي ايه الفرق بين التريدنج بين الدول وبين الاورجنايزيشن؟ اقول لك لا في فرق. اما تنافس انت عندك شركتك وانا عندي شركتي احنا شركات لكن دولتين قصاد بعض دي مختلفه تماما. عندي تو سيريز في الكونتريز ثيري اوف ابسولوت كومباراتيف ادفانتج وثيري اوف ريليتيف كومباراتيف ادفانتج. ثيري اوف ابسولوت كومباراتيف ادفانتج دي if a country can supply a good at a cheaper price
than other countries, it is better that the later buys a goods from the country able to supply it at cheaper price. The absolute comparative advantage, compare. بين الكوست اللي عليكي لو انت انتجتي البرودكت ده لوكال والكوست اللي هتبقى عليكي برده لو استوردتي البرودكت ده من بلد ثاني. لو انت في كونتري بصيتي على السبلاي بتاع الجود والسيرفيس بتاعتك ولقيتيه ان هم اغلى من استيراده من دوله ثانيه, يفضل بالنظريه بتقول كده ان انت تستوردي البرودكت والسيرفيس بتاعتك دي من الكونتري بتعملها تشيب, صح؟ طيب حد يعرف يديني اكزامبل على كونتري كده؟ كونتري معروف ان هي تشيبر في الحاجات اللي هي الصين يا دكتور. طيب يعني حد يديني اكزامبل ممكن بنستورد ايه منها؟ ما بتكلمش على البلاستيكات والحاجات اللي هي العبيطه دي دلوقتي, حتى بنستورد وصلنا لمرحله ايه لو تعرفوا اكزامبل يعني. دكتور الموبيليا تبعت البيت كلها, كل حاجه يعني. تنفيذ عندهم يعني في ناس مثلا بعرفهم بيجيبوا قطع البيت كلها منهم, حتى مثلا الرخام نفسها لدرجه انه ما كناش فاهمين انها ممكن تكون من الصين يعني. فظيعه وكلها حلوه. طيب اوكي ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ خلينا نتكلم لوكال حتى عندنا في مصر. ايه تاني بقيت تسمع عنه حاجه احنا كنا بنعملها وبعدين بطلنا بدأنا نستوردها الحمد لله؟ ممكن السيارات والموبايلات ممكن. ده كل بس بقيت أفضل فعلا هو يستورد جزء من. أقول لكم عن حاجة بقى يعني دي حاجة شفتها في السوبر ماركت. القطنيات يا دكتور. إيه؟ حاجة غريبة. الرايس كمان الرايس. لا واحد واحد معلش بس تاني قولي لي بعدين عبد الله تاني قولي لي إيه تاني يا بسمة؟ رايس. أوكي ماشي. إيه تاني قولي عبد الله ها؟ أنتوا هنا في مصر القطن أهم حاجة في مصر يعني, الصناعة القطنية الملابس الداخلية والقطن يعني عامة. دي بقت مهملة في مصر. دي بقت مهملة. لا أنا كنت هقول لكم على حاجة أحلى مش هتصدقوا. الرز. مصر دي كانت بتأكل العالم في الرز. ده بجد. ده من أيام الفراعنة لو أنتم عارفين. إيه اتفاجئت في السوبر ماركت يقول لي ده رز صيني. إيه رز صيني؟ لا طبعا اصطدمت يعني. أنا ما كنت لسه هقول كده أصلا. الرز إيه الرز؟ وعلى فكرة وحش جدا يعني. أنا ندمت على إن أنا فظيع. أنا فضولية بحب أجرب الحاجة حتى مش هشتريها تاني. وحش جدا انا من وجهه نظري يعني, من دون ذكر براند معين انا بتكلم على الفاكت نفسها مش حلو طبعا, مع ان هم تمام المفروض ان هم بيموتوا بالرز والحاجات الاكل ده المفروض بيعملوه كويس, بس طبعا زي اي حاجه صيني في الدنيا معروفه عنها ان انت بتجيبها وتشك 90% ان هي بايظه, صح؟ الحاجات الثانيه اللي هي اكيد سمعت عن موضوع الذهب الصيني ده, ده كان مقالات مكتوبه عليه حضرتك, فدلوقتي الدرجه اللي كان بيتخدع يعني عرايب بيتخدعوا في الذهب عشان معمول ذهب صيني, هو ده ذهب ولا بتاع؟ يسعى على كده كل حاجه بقى. مش بس احنا على فكره, انا بقول لكم المشكله بتاعت كورونا اثبتت ان الدول معتمده عليها الماسكس. الماسكات كلها اللي بنلبسها اللي هم اصل الفيروس من عندهم من الصين, دي ابسط حاجه في الدنيا اعتماد يعني. ايه اللي صعب تعمل ماسكس عندك في مصر يعني؟ ايه الصعب؟ هم عملوا طبعا عندنا مصانع فعلا في دول غاده تستورد. احنا بنسعى ان اللقاح يتعمل عندنا يعني, احنا بدانا نتحرك ونقول لا مش عايزين نستورد من حد, هم يعني هو الفيروس من عندهم الماسك من عندهم واللقاح من عندهم, عاجبني جدا عاملين الكفر من كل حته. كل ده يقول ان هو بيعتبر دول كثيره جدا امريكا واوروبا ودول العالم كلها بدل ارخص استورده اعمله ليه؟ اقول لكم الرز اما طلع الكلام في التلفزيون وزي ما انت قلت يا عبد الله القطن اصل صنعته دلوقتي ان انا ازرعه غالي, انت بتهزر, ما هو غالي وانت هتبيعه غالي يعني زي ما بيقول عبد الله ده كان يعني الحاجات بتختلف بتاعتنا بالاسم حتى بره, احنا كنا بنسافر بره بنتكلم على لندن كنا بنلاقي الحاجات من ايجيبت القطن دي بالنسبه له دي غاليه ومش اي حد يشتريها ولسه عليها بالاسم, لازم انت بتقول اسمه غالي فانا بكسر ازرع بكسر اعمل بكسر اصل هو انت هتاخد ميه قد ايه؟ فللاسف ده بيشجع الدول زي كده اللي تعتمد على دوله ثانيه, وطبعا بدون تفكير انا كده روحي في ايد دوله, الدولة دي لو ما ادتنيش الحاجة وقفتها فجأة خلاص اتس اوفر مش هنام مش هقدر ان انا اتعايش. طيب السيري الثانية سيري اوف ريلاتيف كومباراتيف ادفانتجز, السيري دي هي بيزد اون ذا اسامبشن ذات ا كونتري ويل تند تو سبيشالايز ان برودكشن اوف ذا جودز ان ويتش ات هاز ا ريلاتيف كومباراتيف ادفانتج. الكونتري هنا بيقول السيري بتقول ان اي دولة في الدنيا غالبا هتتخصص في الاريا بتاعتها اللي هي شايفه ان هي سبيشال فيها اللي عندها ادفانتج كوست اقل سعر احسن من بقيه الكونتريز وفي نفس الوقت كواليتي كويس زي ما قلنا كولومبيا في الكوفي رشا في الجاز نقول ايه تاني مثلا
حاجات يعني حاجات الديلي بتاعتنا. الحاجات طبعا احنا قلنا الصين كتير قوي، طبعا عندنا مصر الحاجات الاساسيه كلها. في مصر مثلا الحاجات اللي احنا سبيشالايز فيها بجد الفاكهه، كل انواع الفواكه بتروح لدول الخليج معظمها من عندنا من عند مصر. طبعا، بس احنا يمكن عندنا السوا والتوسع عندنا شويه وحاجتنا حلوه فعلا فبياخدوها. الحاجات السمكيه كتير قوي من عندنا بتتصدر، بس مش ده الاصل بتاعنا. هم بقى العكس، البحر الاحمر دول الخليج موضوع الاسماك عندهم اساسي بيبعتوه لنا. ايه تاني لو عندكم اكزامبلز قولوا لي، في دوله معينه تعرفوا ان هي سبيشالايز في حاجه معينه؟ البرازيل كوفي طبعا، ده في اماكن بنسميه برازيليان كوفي ده عشان تخش تبقى عارفه هو بيبيع ايه. صح طبعا. ها ايه تاني؟ احنا هنتكلم بعد شويه على حاجات زي كده، بس انا عايزه اديكم مثلا، خليني اسالكم اكزامبل. مثلا الكارز، انهي دوله معروفه عنها ان هي تخصصها عربيات؟ إيه؟ جرمني طبعا، ده هم التوب بتاعها على مستوى العالم. إيه؟ كل دوله بقى بتبقى ناصحه قوي، الحته بتاعتها دي هي اللي بتركز عليها جدا، بتبتدي ان هي تصدر فيها. اليابان معظم التكنولوجيز على فكره شاطرين شاطرين شاطرين، عندهم برضه ادويه كويسه قوي قوي قوي. الكوزماتكس فرنسا، عارف ان معظم البرفيوم معظم الكوزماتيك الشوكلت سويسرا والجبن سويسرا. الحاجات الامريكان لبس والحاجات اللي هم بيجيبوها من هناك كتير بقى. اي دوله، اي دوله فيها هيريتج، اي حاجات بيعملوها، اي حاجات الطبيعيه، يقول لك جاي من ماليزيا وجاي من اندونيسيا الحتت اللي هي دي. صح. كل الاماكن دي بتبقى سبيشالايز في حاجه زي بالظبط ما انت تكوني سبيشالايز في اريا، زي ما تكوني متخصصه في حاجه معينه. كل ما تبقي سبيشالايز وشاطره، كل ما اكتر الناس اللي هي تبتدي تتشجع تشتري من عندك الحاجه دي. الدول بتطلبك بالاسم، انا عايزه كذا من عندك. اوكي طيب، يبقى هنا بسال نفسي سؤالين. Why do countries have a comparative advantage in some goods or service rather than others؟ ليه بعض الكونتريز بتركز على بعض الجودز والسيرفيس وبعضهم لا؟ لان هو بيعتبر ان بيبقى سبيشالايز جدا في الاريا دي احسن له. في زي بالظبط فكره السيجمنتيشن عندنا في الماركتنج، انا قسمت لنفسي العالم ده متقسم لاجزاء، كل واحد فينا اللي عنده سبحان الله ربنا مديله حاجه قدر ياخد الجزء بتاعه ويبدع فيه يبقى شاطر فيه. طيب، why do some countries provide an economic context that enable organization to grow and perform better and faster؟ ليه بعض الدول فيها مجال ان انا اتوسع فيها واكبر وانمو فيها اقتصاد، وبعض الدول لا؟ على حسب، في اقتصاد بيتقال عليه اقتصاد صغير بس قوي زي بتاعنا. قوي في ايه؟ احنا اقتصادا في مصر مش متقدم الدرجة على فكره، بس زي ما قلت لكم احنا اهم حاجه عندنا تو بوينتس، السيوله، ودي موجوده في مصر. سيبنا من فكره ان احنا معناش فلوس، احنا معنا فلوس كويسه جدا، بس عايزه تتحط تستخدم صح. ثانيا، حضراتكم الاساس بتاع الهيومن بينج، انتوا من اذكى الناس اشطر الناس على مستوى العالم، اللي بيسافر مصر فينا هو شاطر في اي دوله بيبدع فيها. تشوف الديزاينز في الدول، الامارات والسعوديه احنا اللي عندنا، شوف الدكاتره، وفي اي دكاتره في دول الخليج هتلاقي معظم المستشفى فيها مصريين سافروا بره مهندسين. عندنا مش هنتكلم عن الاسماء بقى، عندنا احمد زويل ونجيب محفوظ والناس بتوعنا دي كلها اللي سافروا واكتشفوا وعملوا مجدي يعقوب، الناس دي كلها من عندنا. يبقى حضرتك في دوله زي ايجيبت عندك الاسيتس الهيومن اسيتس، عندك فاينانشال اسيتس كويسه تقدر تشتغل، وعندك بيئه ملائمه جدا للاستثمار لان ما عندناش كل حاجه. فبالتالي بتخش حتى لو في كومبيتيشن انت بتبقى قوي، وبتودي لكل الدول اللي حواليها، فدي حاجه ثانيه كويسه قوي. يبقى انا لازم وانا بختار الادفانتج بتاعتي كير كونتري زي الشركه بالظبط، بعمل سوات، شوف ايه الفرص المخاطر، اشتغل ازاي، وازاي ان انا احقق اعلى بروفيت من الادفانتج بتاعتي. اوكي طيب، نيجي بقى لاخر حاجه عندنا بورتر، اخر جزء ده بنتكلم على السيريز بتاعت بورتر. بورتر عمل تو مودلز، طبعا بورتر ده هيفضل لازم معاكم في كل مواد بتاع البيزنس. بورتر قال في حاجه اسمها دايموند موديل، عمله بعد 1990، شرح فيه ازاي نعمل كومبيتيشن بتاعها. قال انا عندي 4 بوينتس، الاستراكشرز اوف فيرمز اند رايفلري، مين الكومبيتيتورز بتوعي وايه نوعيه الفيرم اللي انا بشتغل عليها. الديماند كونديشن، ايه اسلوب العرض والطلب اللي عندي في البلد اللي انا شغاله فيها. لو الديماند زي ما عندنا في مصر كده هاي ديماند، يبقى البلد دي ممتازه. انا ما اروحش لدوله ما فيهاش ديماند، ممكن الولد دي تكون غنيه زي انجلترا، معروف عنها انها غنيه، بس على فكره الديماند عندهم ضعيف في حاجات كتير جدا، لان هم شعب عجوز شويه، ما عندهمش حركه، ما عندهمش يوز، فبيطلبوا طلبات معينه، لو مش عندك مش هينفع تشتغل عندهم.
related and supporting industries في صناعات تسبورت البيزنس بتاعي ولا لا؟ هل الاندستريز او السيرفيس اللي انا محتاجاها موجوده؟ والفاكتور كونديشن الظروف بتاعت البلد اللي انا هشتغل فيها. الاربعه بيوصلوا لبعض. لو انا عندي رايبلين وفهمت مين الناس دي وعملت ستراكشر كويس، لقيت ديماند كويس، قدرت ان انا الاقي اندستريز اللي هتعمل لي سبورت والفاكتورز كويسه، ده كده معناه ان دي افضل كونتري اشتغل فيها. قلت لكم قبل كده الاكزامبل بتاع الفطيم بتاع الكارفور، لما جم قالوا له بعد الثوره يا جماعه انت مجنون، وبعد 30 6 وكده انت هتفتح في مصر، الدنيا صعبه قوي ومفيش استقرار والشعب مش غني لدرجه انهم شعب 100 مليون. ايه؟ طبعا طبعا مول المولاي ده هو مش كارفور بس، هو فتح المول كامله بقى طبعا. طبعا 100 مليون بني ادم، ديماند كونديشن بتاعتهم اكسلنت، فاكتور كونديشن هو في تحسن، هو خد باله من التحسن ده، ما هو مش وفتح في محافظاته بقى، بيقول التحسن فيه ستابيليتي، حتى لو كان عندك نوع من انواع الارهاب انت كنت ستيل بتثبتي وجودك في اللي انت بتكافحي وبتعملي، فده طمنه. في مفيش دوله في العالم ما فيهاش مشاكل، بس الدوله دي بتكافح عشان تحل مشاكلها. الريليتد والسبورتد اندستريز ده موجود عندك حلو قوي في مصر، اي حاجه محتاجه ان هي تسندك كبزنس موجوده عندك. وحتى الاستثمارات دلوقتي اللي شفناها وزاره الاستثمار والحاجات بتحاول تعمل كل الطرق ان هي تسهل عليك تستثمر عندك. الرايفلري، مين الرايفلري بتاع؟ مفيش. مين بينافس الفطيم؟ مين بينافس كارفور؟ كارفور بس، مش هتكلم عن المول كله، بعيدا عن المول كله ملوش منافس فعليا. اكبر حد عندنا شفته من ناحيتكم هنا، لو حد فيكم ساكن ناحيه الشروق يعني هذه المنطقه المحذوفه كايرو فاشفه، ومن ناحيتنا من ناحيه زايد عندي مول العرب، هو دول الحمد لله موجودين عندنا. كتير حد يقول لي بقى سيتي ستارز وسيتي سنتر والحاجات دي صغننين مش باينين، انا بتكلم ايه اللي ليه فروع؟ هو مول مصر الوحيد على مستوى الجمهوريه اللي بالمنظر ده، كارفور الوحيد اللي عنده كميه البرانشز دي على مستوى العالم، هو التوب. يبقى الراجل ده بص على الفاكتور ساده ولقى الدنيا بتفرق، قال لك في مشاكل بتتصلح، في منافسين ضعاف، في ديماند عالي جدا والناس بتصرف، احنا شعب بيصرف. سبورت اندستري لو في مشاكل هم هيحلوها، لان انا مش بستثمر بمليون ولا باتنين، انا بمليارات، ولو كسبتني في محافظه هتكسبني في الباقي، عشان كده هم ريحوه جدا وظبطوا الدنيا معاه جدا. هو كل يوم عدوا كده 23 تلاقيه بيجيبني في مكان ويقول لك ده مش اخر مكان، ولسه وهيعمل معانا اللي بيعمله زي السعوديه والامارات، اللي هو تقريبا كل كام حي بتلاقي مكان. يبقى هو ده الكونسبت بتاعه. بورتر هنا قدر يثبت ان انا لو عندي دايموند موديل ده كويس، يبقى الاندستري بتاعتي هتنجح في الكونتري. طيب according to Porter ايه اللي بيحصل؟ كل countries are characterized by difference in national values, culture, economic structure and institution and histories. كل بلاد العالم عندهم اختلاف على مستوى القيم اللي هي المحليه بتاعتها، national values، culture الثقافه بتاعتنا مختلفه، economic structure تركيبتنا الاقتصاديه مختلفه. فاكرين في البيئه اصلا لما كنا بنقعد نقول في ناس ماشيه براسماليه، في ناس ماشيه بشيوعيه، كابيتاليزم وسوشياليزم، وعندنا كوميونيزم، كل دوله ماشيه بتركيبه اقتصاديه مختلفه، ستراكشر مختلف، هيكل اقتصادي مختلف. انستتيوشن مؤسساتنا، احنا عندنا مؤسسات في الدوله، عندنا مجلس الشعب، مجلس الشورى، عندنا حاجات كده. في دول ثانيه ما عندهاش السيستم ده، في دول ثانيه زي امريكا بتتعامل باحزاب معينه. يبقى انا عندي انستتيوشن وتاريخ. تاريخ الدوله ده مهم قوي. كل ما كانت الدولة قديمة وقوية وقدرت تثبت وضعها، غير ما تبقى الدول الضعيفة الجديدة اللي هي طلعت فجأة. تسمعي جابوا حتة أرض كده وعملناها دولة، يا سلام، أنا مش فاكرة اسمها، يعني في دولة قريب سمعت إن هي نشأت جديدة. طيب فين الهيستوري بتاع حضرتك؟ الهيستوري ده مهم، كل ده بيكونتريبيوت للكومباتيتيف سكسس بتاعي كبزنس. بورتر عمل هايلايت كده للكومباتيتيفنس بتاعت الكونتريز، بيديبند أونلي أون إيه؟ نوت أونلي أون إيه، سوري، أون أفيلابيليتي وكواليتي، but also on demand conditions زي ما اتفقنا في specific industry. في demand على الاندستري بتاعتك هنا عندنا في مصر، يجي بس حد يقول لي هنعمل ريسايكلينج عندنا في مصر، للاسف الديماند ضعيف جدا، احنا ما عندناش كونسبت ان احنا نعمل ريسايكلينج، بدات الناس تبقى عندها وعي بس لسه مش كفايه. ليه المصانع بتاعت الحل وبتاعت الماسك ما فتحتش غير دلوقتي؟ قبل كده ما كانش عندنا الوعي ده، ما كانش عندنا كونسبت ان انا لو عينه هلبس ماسك، يعني المفروض ده الطبيعي. لكن ما احتاجناهمش غير لما بقى في وباء، فبدانا نستوعب كونسبت ان احنا هنعمل كده. فالديماند كونديشن ظهر مع سيتويشن معين، فلو في سبيسيفيك اندستري ليها ديماند كونديشن نبتدي نشتغل عادي. الاستراتيجيز والستراكشرز والرايفلي فيرمز، كل ما كان الكومبيتيتور بتاعي ضعيف كل ما اتشجعت.
كل ما كان قوي قوي حد جامد في الماركت كل ما خاف الناس من المكان ده، لان هو خصوصا لو دوميننت قوي ما ينفعش ان انا اكمبيت معاه. ليه فودافون وأورنج واتصالات دخلوا في مصر؟ كل الشركات دي مش مصريه، عشان هم لقوا ان الماركت مفتوح وما عندهمش مشكله. طب ليه ما فيش شركات تانيه بتفتح اقصى حاجه وي؟ انه عارف مش هيقدر ينافس، الرايفل بتاعه قوي جدا، الكومبيتيتور قوي. الكواليتي اوف ريليتد اند سبورتنج اندستريز، بقى الكواليتي بتاعت السبورتد والريليتد اندستريز بتاعتي في البيزنس بتاعي، اوكي؟ كل ما كان السبورتد اندستري بتساعدني كل ما كان ده كويس، كل ما كانت البيئه البنيه التحتيه الانفراستراكشر. عشان كده الرئيس طلب ان احنا يبقى عندنا مصر اللي هي المعلوماتيه اللي هي بنيه تحتيه بتاعت المعلومات، طلب ان شبكه الطرق تتطور عشان اي مستثمر بيجي على فكره ده فاكت. شابني مصنع محتاج طرق، محتاج شحن، محتاج حاجات، اذا كل ده يبقى موجود. طلب ان وزاره الاستثمار تطور من نفسها، فعلا تطور مش طبيعي. كل الخدمات الرئيسيه طورها، فكره العاصمه الاداريه من حد ذاتها ان هو اجمع الكلام كله في مكان واحد، ده جزء من الانفراستراكشر بتاعنا. احنا ممكن احنا كناس ما نبقاش راضيين، احنا كناس مش شايفين نتيجه واضحه دلوقتي، بس هو فاكت بزنس وايز بيرفكت. اللي هو بيعمله ده على خطه عشان اقدر في الاخر ان انا اقول ان انا كل حاجه بيرفكت، فاللي يجي عايز السبورت كله موجود عنده، فيتشجع ان هو يستثمر عنده. اوكي؟ طيب الكومبتيتيف ادفانتج اوف نيشنز بقى دي سبيسيفيكلي لكونتريز معينه، الكونتريز بتركز على صناعات. زي ما قلنا من شويه مثلا التكنولوجي. الهاي تك اندستريز كلها في اليو اس اي، سيلكون فالي طبعا، مايكروسوفت، جوجل، ابل، الناس كلها مرصوصين هناك جنب بعضهم كده، مرصوصين اعلى صناعات في العالم. فهنا في اليو اس اي دي اشهر يعني اشهر اندستري بيشتغل عليها اللي هي التكنولوجي. الكلوك اندستري من واحنا قد كده بنسمع على سويسرا والساعات، زي ما قلنا شويه سويسرا والشوكليت برضو من اشهر حاجات. زي ما انت قلتي الاوتوموبيل في الجيرماني معروف برضو عنهم. اوكي الفاشن اندستري في ايطاليا، كوزماتيك في فرنسا، ايه تاني، هولندا الجبن معروف عنها تشيز يعني كل انواعها هناك. عندنا ايه تاني، عندنا ايه كل الماكرونيز والبيتزا والحاجات دي برضو بقى مشهورين بالحاجات بالصناعات دي. عندنا زي ما انت قلتي البرازيل وكولومبيا الكافي، حاجات بقى كتير. السبايسز الهند معروف عنها، السبايسز على مستوى العالم بتصدر من عندهم هم. كل الحاجات اللي هي اورجانيك شويه، الحاجات بتاعت اسيا، دول اسيا كلها معروف برضو عندها. الصين بجميع المنتجات اللي هي لو كوست شغاله على الفاكت دي. اليابان كل حاجات الهاي تكنولوجي برضو اللي عندهم. كوريا دلوقتي صحيح كوريا من احسن اماكن دلوقتي بتبيع الحاجات دي. الاي تي برضو الهند، الاي تي على مستوى العالم دلوقتي بدل هم يشتغلوا من هناك. دول كتير، الذهب افريقيا، جنوب افريقيا سبيسيفيكلي. كل دوله من الدول بتتخصص في حاجه معينه هي شاطره فيها. احنا في مصر عندنا صناعات مختلفه، طبعا القطن المفروض يبقى الاساسي عندنا، الفواكه والزراعه عندنا، الزراعه كل ما هو يتزرع عندك في مصر اوبشنز حلوه، المزارع الجديده بتاعتنا. عندنا صناعات كتير قوي بقى، صناعات كتير قوي، الحاجات الهاند ميد بتاعتنا ممتازه، السجاد والحاجات دي كده. على فكره التكييفات في كل الدول العربيه بتتصدر من عندنا، شرق على مستوى الدول كلها بتيجي من عندنا احنا. فبرضه دي سبيشاليز في حاجات معينه. اهم حاجه ان انا اربط بين الموديل بتاع بورتر 4 بوينتس بتاعت الدايموند وبين الاندستريز دي عشان اقدر ان انا احط نفسي في كونديشن صح مظبوط. اوكي طيب تحبوا نكمل ولا تاخدوا بريك؟ ناخد بريك. انا قلت احمد محمد صح، ومحمد هشام اتندنس بقى، محمد محمود، إلينورا احمد، محمد رضا، نورا ايهاب. انا خدت ايوه يا دكتور. تمام. مينا فيكتور، عمر عبد السلام، محمد سامي، ياسين احمد، اميره سامي. نعم يا دكتور. اوكي تلا. حاضر يا دكتور. ياسر. ايوه يا دكتور تلا. اوكي تلا وياسين واميره خلاص خدناكم. محمد احمد عبد المجيد، مصطفى مجدي،
محمد سعيد. ايوه مصطفى اللي رد ولا محمد؟ محمد سعيد. اه اوكي. احمد امجد. ايوه دكتور. مصطفى علي. مصطفى علي علي. ارجو ان ما حدش يكتب لي في الشات يا جماعه ان انا ماشي مصطفى علي ابراهيم ماشي، بس يعني لو الدنيا مش بايظه في المايك يا ريت تردوا عليا عشان انا ما بلحقش ابص على الشات وابص معاكم يعني. هاجر هشام. وضح عزي. محمد خالد. محمود علاء. عبد الرحمن محمد. خلاص خدنا سلمى. مصطفى شامل. سارة محمد. فاطمة الزهراء. ايوه دكتور. فاطمة ماشي. عبد الله محمد. موجود يا دكتور. عبد الله خدتك ما تقلقش. محمد بسام سيد. محمد باسم. باسم سيد. باسم سيد. محمد باسم سيد. ما انا خدتك دلوقتي تقريبا. واخداك ماشي. احمد السيد. احنا خدنا بروسكيلا. انان ابراهيم. يس يا دكتور. بسمة أسامة. هنا. أوكي. لجينة شريف. دكتور. أوكي. محمد زاهر. محمد زاهر موجود. أوكي. عبد الرحمن هشام. هالة مصطفى. أيوة موجود. حياة. حياة موجودة. منار طارق. موجودة يا دكتور. منار. وأسيم أيمن. أوكي ماشي. فزي ما قلت لكم بريك، وإن شاء الله بعد بريك زي ما كنا بنقول من شوية قبل بريك على الكومبيتيشن بين الكونتريز. دلوقتي بقى بنتكلم على الكومبيتيشن بين البيزنس أورجانيزيشن، بيزنس عادي بقى بين شركات، بين أورجانيزيشن، بين بس جامعة زي بتاعتنا وبي يو إي، أورجانيزيشنز عادية. مش بس بين الكونتريز، بين البيزنس اورجانيزيشنز العاديه ممكن يبقى في كومبيتيشن. لازم اعرف مين الكومبيتيتور بتاعي، لازم اعرف ايه طبيعه الكومبيتيشن اللي بيني وبينه. هل احنا بنقدم سيميلر برودكت؟ هل احنا بنكومبيت في السعر بس البرودكتس بتاعتنا مختلفه شويه؟ كواليتي بتاعتنا سيميلر كده. واهم حاجه في الكومبيتيشن ان انا ابقى عارفه ان احنا انا والكومبيتيتور هدفنا واحد، ميتنج الكاستمر وونتس ونيدز. عايز احقق لك الحاجات اللي انت عايزاها، عايز احقق طلبات الكاستمر بتوعي. بس فكره ان انا ادليفر الوانتس والنيدز دول بس كده مش معناه ان انا هبقى احسن من الكومبيتيتور. كلنا بنعمل نفس الحاجه، كلنا بنبيع نفس الحاجه. ايه اللي عندي مميز يخلي الكاستمر يقولي بقى؟ اللي هو البوزيشننج بتاعي، ده اللي احنا بنتكلم عليه. فبورتر قال الموديل الدايموند ده بتاع البلاد كونتريز. طب لو انا عندي الموديل عايز اعمله للشركات بقى، ده الفايف فورسز موديل بتاع بورتر. ده موديل مهم قوي يعني. شكله هو ده الموديل بتاعنا. هنا بيتكلم على 5 فورسز او 5 عناصر اساسيين بيأثروا في الكومبيتيشن بتاعتي. اول حاجه سبلاير، تاني حاجه سبستيتيوت، تالت حاجه البايرز، رابع حاجه بوتنشال انترنتس اللي هم نيو كامرز، وخامس حاجه اللي هي رايفلي امونج اكزيستنج فيرمز او اندستري كومبيتيتورز او الناس اللي بتنافسني في نفس مجالي. هشرحهم واحده واحده، مهم قوي يجي سؤال عليهم في الامتحان. طيب اول حاجه دايركت اندستري كومبيتيتورز او الرايفري امونج اكزيستنج فيرمز، اللي هو البوكس اللي ان ذا ميدل ده. طيب هم مين؟ ذي ار ذا فيرمز ذات اوفر ذا سيم تايب اوف برودكت ان ذا ماركت. هو نفس الفيرمز اللي بتديني نفس التايبس بتاع برودكتس في الماركت بتاعي. خلاص؟ دول سيميلر في كل حاجه، كل حاجه في الدنيا غالبا قريبين جدا من السعر مني، نفس الماتيريال، نفس البرودكت، نفس طريقه التقديم. عشان كده بنتكلم عن ان هم بيكوبي بيست مني. طيب سبلايرز دول عباره عن فيرمز فروم ويتش بزنس اورجانيزيشن بيرشيز اول ماتيريالز. دول اللي بيجيبوا لي الماتيريالز بتاعتي، الرو ماتيريال والسيمي فينيش برودكت.
وهنا في البوينت دي انا محتاجه ان انا كاري اوت البرودكشن بروسيس او تو اوفر سيرفيس للكاستمر. هدف السبلاير بتوعي ان انا بجيب منهم الماتيريال عشان استعملهم في ان انا اعمل برودكت. انا مش هينفع اعمل دي من غير سبلاير، انا محتاجه بلاستيك ومحتاجه الورقه ومحتاجه الكحول ومحتاجه الحاجات دي كلها بعضها عشان اعمل الازازه دي. يبقى انا من غير سبلاير والماتيريال بتاعته او السيمي فينش برودكت مش هينفع يبقى في برودكت. فانا بنين السبلاير تو كاري اوت البرودكشن بروسيس، عمليه الانتاج نفسها بعملها عن طريق السبلاير، وفي نفس الوقت ان انا اوفر سيرفيس للكاستمرز بتوعي عن طريق برضو الماتيريال او الكومبوننت للسبلاير بيقدمها لي. بايرز بيعمل اسمه هم عباره عن الكاستمر بتوع البيزنس اورجانيزيشن. البوتنشال نيو كومرز بقى دول الكو اكزيستنج اورجانيزيشنز ذات مي وونت تو انتر ذا ماركت ان ويتش ذا بيزنس اورجانيزيشن اوبريت. دول ناس جداد داخلين الماركت هينافسوك. ازاي؟ اي حد، اي حد في الدنيا ممكن ان هو يخش ينافسك. ممكن الحد ده يبقى حد انت عارف، ممكن يبقى حد ده حد منافس كبير، حد منافس صغير، حد جديد، حد اونلاين، حد من بلد تانية. المهم ان هو حد ما كانش موجود قبل كده فجاه دخل الماركت وبدا يسحب جزء من الكاستمر شير بتاعتي. الحاجه الخامسه هي substitute goods or services، ودول عباره عن goods او services that in a different way can meet the same customer needs served by given business organization. هم عباره عن goods و service اللي بيحاولوا ان هم يقدموا نفس البنفيت او نفس البروبلم سولفنج سكيلز، يعني نفس الفايده او نفس الهدف بتاع البرودكت بتاعي بس بطريقه مختلفه. يعني زي ما كنا بنقول كده، بقول لهم في الماركتنج عندنا شابتر بيتكلم الموضوع ده، زي بالظبط ما يبقى سعر الكيك غالي تروحي تشتري بسكوت، ده اكل وده اكل، ده حلو وده حلو، بس ده هيدي برودكت مختلف عن ده، زي القهوه والشاي، ده سبستيتيوت لده، ده بديل لده، مش هو كوبي بيست برودكت بس بديل ليه ينفع استغنى عنه، زي مكرونه زي الرز كده، اي حاجه بقى عايزين تسموها. يبقى هنا في بعض الاورجانيزيشن بتنافسني بان هي بتقدم بدايل للكاستمر فما يستعملش البرودكت بتاعي، انا يستعمل اي برودكت تاني. ماشي. الفايف فورسد موديل بتاع بورتر ده يديني بيكتشر كامله عن الكومبيتيشن في الماركت او الكومبيتيتيف بوزيشن بتاعي في الماركت. كل فورس من دول هي عباره عن سيكتور لوحدها، لازم ابقى عارفه، لازم اعمل له اناليسيس عشان اعرف مين اللي بينافسني مباشره دايركت، مين السبلايرز، الباور بتاعتهم قد ايه. هنا بنتكلم على الباور بمعنى هو عنده قوه قد ايه في الماركت. في حاجات عندها باور اكتر من حاجات، السبلاير ساعات بيبقى عنده باور عالي جدا وساعات تاني بيبقى ضعيف قوي مقارنه بالكومبيتيشن اللي حواليه. فانا بديهم باور، كل ما كانت الباور عاليه بتاعت واحد من الفورسز كل ما كان ده اقوى واحد بيضغط عليا ويتحكم في البيزنس بتاعي. حتى لو كان الكاستمر ممكن يكون بيضغط عليا، الكاستمر ممكن يضغط عليا طب ويمباكت البيزنس بتاعي كمان. اول حاجه السبلاير، السبلاير ان انا الهدف منهم ان يبقى عندي ميوتوال ريليشن شيب بتاعتهم معاهم، وفي دايما باور بين السبلاير والبيزنس. اتفقنا ان انا كبيزنس مش ممكن اعمل البرودكت او السيرفيس من غير الماتيريال بتاعت السبلاير، والسبلاير مش عارف يبيع البرودكت، مش عارف يبيع الماتيريال من غير البيزنس، محدش يشتريها منه، راح يشتري قطعه خام عامل بيها ايه في الكاستمر. يبقى بعض الاليمنت بتاثر، زي ايه؟ مثلا البراند ريبيتيشن، سمعه البراند، الجيوغرافيك كفرج، بنغطي مساحه قد ايه، البرودكت او السيرفيس كواليتي، ده حاجات بتاثر في البيدنج بروسيس. البيدنج بروسيس مين اقوى؟ سبلاير لو بيديني رير ماتيريال او ماتيريال مش موجود عند اي حد غيره بيبقى عنده كل القوه في ايده، لو رفض يديني الحاجات دي انا مش عارف اشتغل، زي السبلاير بتاع الذهب بتاع الماس بتاع الاحجار، الراجل ده مفيش غيره، او مفيش غير الشركه دي، او مفيش غير مجموعه الاشخاص دول هم دول. لكن لو بيديني حاجه مش قوي وانا برودكت بتاعتي او سيرفيس بتاعتي الكواليتي بتاعتهم عاليه قوي، وهو عارف ان الماتيريال دي مش هتتباع غير عندي انا، بيبقى باور عندي انا كريتيلر او كمانيفاكتشر او هو ايفر بيستخدم الماتيريال. يبقى البارجين باور، مش هي بتقول عليها باور، البارجين باور سبلاير بتكونسيدر ايشوز زي ايه؟ زي البرايسنج باور، مين في ايده البرايس الاعلى؟ انا بضغط عليك عشان تقلل من سعرك، ولا انت اللي بتضغط عليا عشان ادفع فلوس اكتر كشخص مانيفاكتشر؟ الشخص الاقوى هو اللي بيضغط في البرايس. الاكزيستنج اور نوت اوف اجريمنت امونج سبلاير ان اوردر تو كنترول ذا ماركت، زي ما كنت بقول لكم على حاجات زي الماس مثلا، دول سبلاير محددين هم اللي بيعملوا كنترولنج للماركت. لو انا رفضت
خلاص زي اتصالات كده وفودافون واورنج، دول السبلايرز عاملين كنترول على الماركت ومحددين برايس. اتس اوفر، ما ينفعش ان انا ادخل كحد يستخدم منهم الحاجه مثلا محل اخد منهم الكروت فاقول لهم سوري السعر ده غالي عليا. لا طبعا، هو بيتعامل ان هو اللي بيحطه هو لازم يتنفس لان هو اقوى واحد في الفورسز. زير سايز، كل ما كانت الشركه دوميننت وكبيره كل ما السبلاير ده كبير، كل ما كان بقى عنده باور اكتر. لو في سبستيتيوت سبلايرز ولا لا، في سبستيتيوت برودكتس وسبستيتيوت سبلايرز ولا لا، او في حد بديل، دايما بنلاقي الباور بتاعته اقل السبلاير كده. لو مفيش بدايل هو الوحيد اللي بيعمل الحاجات دي زي ما كنا بنقول من شويه على الصين، هي الوحيده السبلاير، هذه هو القوه كلها عندها. طيب الاندستري كومبيتيشن كومبيتيتورز اللي هي الدايركت كومبيتيتورز، الاكزامبل هنا بيقول لنا مثلا ان الماركت شير اوف ديفرنت فيرمز كان انفورم اس اباوت ذا ديجري اوف فوكس اوف ذا اندستري كونسيدرد. ماركت شير، سوق التعليم في مصر عندنا مثلا 20 مليون، الكوتا بتاعت الجامعه بتاعتنا دي قد ايه؟ كل ما الكوتا او الماركت شير بتاعتي عاليه كل ما تقول مين اقوى واحد فينا في الماركت، فنلاقي ان اعلى واحد في الكوتا جامعه القاهره، فده بيخليها اقوى واحده في الماركت بتاعها في يونيفرسيتي ماركت. يبقى انا كل الكومبيتيتورز بتوعي بحطهم وبحط لهم برسنتج في الماركت شير بتاعتهم، كل ما الماركت شير زادت عند واحد فيهم كل ما عرفت ان ده الدوميننت، ده اللي بيعمل كنترول على الماركت بتاعي كله. الميجر هنا ممكن تبقى برسنتج كمان من التوتال ريفينيو اوف ذا فيرم، اجنس التوتال ريفينيو اوف اول فيرمز اوبريتنج ان ذا اندستري. ممكن كمان ان نحسبها بطريقه نسبه الارباح مقارنه بارباح كل الناس اللي حواليا الشركات المنافسه. لو انا اقل منهم يبقى انا اضعف منهم، ما عنديش باور. كل ما الارباح عاليه جدا في الاندستري بتاعت شركه معينه يبقى هي دي التوب بتاعنا، دي اللي بتحدد البرايس. اوكي اوكي البارجن باور اوف ذا باير. For example, the business organization has one big customer. تخيل نفسك كده business organization عندنا قسم واحد او الوحيد اللي بيشتري من عندي. في الحالة دي مين كل الباور في ايده؟ الباير. هو انا هنا كباير لو قلت لك مش هشتري منك هتعملي ايه؟ تروحي تدهن، مفيش غيري يبيع لك الحاجة. يبقى انا هنا كباير انا الشويسز والبريفرنس بتاعتي هي اللي بفرضها عليكي. مش بس كده، الموضوع very risky ويفضل ان الكاستمر بيس بتاعتي يبقى وايد سبريد. في حد ممكن يبقى عنده one big customer، طبعا ممكن مثلا بتعملي مسيرة تستخدمي مسيرة معينة فيجي حد ياخدها، شركة بتنتج برودكت معين في الطرف يقول لك انا هبيعها عندنا بس، حد يكون هو الوحيد اللي بيستورد مني، اي حاجة من الحاجات دي. لو one big customer خلاص. طب لو عندي مش عندي one big customer، عندي many customers وعندي substitute options، الباور عالية جدا عند الباير. ليه هاي باور في الباير؟ لانك عندك سبستيتيوت. اللي يخليني اروح مثلا اشتري نقول ايه مثلا اوبو لما في سامسونج، في الحاله دي انا ككاستمر عندي تشويس، عندي اختيارات وعندي اوبشن اشتري وعندي بدائل كتير، يبقى الباور كلها عندي. انا ممكن ارفض ان اشتري في الحاله دي، انا بحط في موقف سيء، ما عندي هاي باور كباير. بس كل ما الحاجه ما كانش ليها سبستيتيوت وما كانش ليا اختيارات غير ان اشتريها، يبقى انا عندي لو باور كباير لاني ما عنديش اوبشنز، زي الحاجات اللي هي ادويه مثلا مش اوبشن ان انا ارفض او اعمل. طب النيو كامرز، اي بزنس في الدنيا بيوبتين بروفيت والاندستري بتاعته شغاله كويس هيجذب اكيد نيو كامرز، وهيحاول ان يخش نفس الماركت عشان يحقق نفس البروفيت. طبيعي السوق ده بيكسب. طيب بعض الاندستري زي التليكوميونيكيشن والاوتوموتيفز اللي هي الكارز اندستريز بطلبه هاي كابيتال ريكويرمنت، عايزين راس مال كبير جدا عشان نخش جواها. في الحاله دي انا مش بلاقي ناس كتير، انا لسه بقول ايه وي وفودافون واورنج من زمان دخل معاهم اتصالات سوري، وي دخلت معاهم ومش بافل خالص مش عارفه تكمبيت. يبقى انا هنا عندي مشكله في القطاع مثلا السيكتور بتاع التليكوميونيكيشن، اتس فيري اكسبنسيف ان انا ادخل جواه فبتلاقيش كومبيتيتور جديد داخل، دايما سيف. الاوتوماتيف كم حد عن نوع عربيه جديد تدخل؟ تسلا لغايه دلوقتي بيتكافح في وسطيهم، عايزين انيشال انفستمنت عالي جدا، بس في نفس الوقت هم فيهم لو كومبيتيتور باور. السوق متقسم على 7 8 9 شركات، هم دول الموجودين متقسم صح، مفيش حد جديد بيخش ياخد جزء من الماركت شير بتاعتي.
يبقى على حسب انا هاي باور لو داخله في ماركت مفتوح في اوبشنز ومش غالي، لو باور لو داخل ماركت غالي بالمنظر ده ومحتاجه ان انا ابقى عارفه ان دايما الكومبيتيتور اعلى مني في وجهه نظر القسم. اخر حاجه عندنا السبستيتيوت، وهنا انا معناها ان انا لو انا عندي جود او سيرفيس معينين ممكن ان اي حد يجي يعني يساتسفاي سيم نيدز يوزنج سيميلر جودز وسيرفيس، بس هم مش بالظبط كوبي بيست من الاصل، هم بدائل سبستيتيوت عنده، والكاستمر بيعتبر ان اي حاجه اوفر سبستيتيوت ممكن تغطي. ما لقيتش بيبسي اشتري كوكا كولا سبستيتيوت، ايه المشكله يعني ايه اللي حصل؟ طيب ندينا اكزامبل الاير والريل ترافل، الاير ترافل الطيران طبعا والريل ترافل هو القطارات، دول سبستيتيوتس لبعض. انا هسافر اسكندريه بالطياره ولا هسافر اسكندريه بالقطر؟ هسافر اسوان بالطياره ولا هسافر بالقطر؟ الايرلاين ممكن تبقى لو كوست، بس اكيد الريل ترافل اكيد هتبقى لوور كوست وفي نفس الوقت هي برضو سريعه، بس الايرلاين كومفورتبل اكتر، مريحه اكتر، على حسب انت بتحطي بقى الكواليتي بتاعتك ايه الاهم وبتاخدي ده. برضو سكايب، سكايب عمل امباكت على التليفون اندستري. احنا الاول كنا لو حد مسافر بعيد قوي ممكن كنا ما نعرفش نكلمه حتى على الموبايل لان تكلفه المكالمه كانت غاليه جدا، لازم نتكلم على زوم وعلى سكايب والحاجات دي. ايه قولي؟ ايوه سكايب وزوم. عارفه دلوقتي زوم، انا اعرف ناس بتستعمل زوم، يعني مثلا انتوا عندكم بروجكت كده تقوموا فاتحين زوم ويقعدوا يتكلموا مع بعض. ده اللي بيعمله. في ناس كتير بتستعمل زوم زي المكالمات وهي ماشيه في الشارع معاها انترنت، بتقول لك اوفر بكتير من ان انا اشحن الموبايل بتاعي، الفاتوره بتجي لي عاليه جدا، فهو بقى عملي جدا اكتر من سكايب كمان، غير ان سويت استخدامه في الكاميرا وفي المايكروفون خلى حتى لو حد كبير في السن. ده سبستيتيوت طبعا، سبستيوت على الموبايل، سبستيوت في سكايب، سبستيوت لماسنجر. فهنا السبستيتيوت مشكلتهم وخطرهم كل ما كان السبستيتيوت كويس كل ما خليكي تبعدي على البرودكت الاصلي وتروحي للبديل بتاعه هو اللي تهتمي بيه. اوكي ماشي مفهوم؟ في اي حاجه في الشابتر مش مفهومه؟ اي حاجه يا جماعه تحبوا نعيدها؟ عزوم لا وير جود يا دكتور. الاسبوع الجاي عموما اما نخلص الشابتر هنقعد مع بعض ناخد الفايف فورسز موديل دي ونجرب نطبقها، فعايزه الناس تحضر كده. لو عندكم شركات او حاجات ممكن تحبوا ان احنا نطبق عليها وهنشرحهم بقى يعني ايه الهاي وايه اللو ليه، فمهم. وكمان هناخد بارتيسيبيشن كتير عليها عشان الناس ما بتتكلمش خالص، فارجو ان احنا نحضر نفسنا لان الشابتر الجاي بيبقى صغير، حتى لو حيناش خلاص ممكن في اسبوع ريفيجن، بس المهم حضروها لان اكيد هنشرحها يعني مع بعض عملي مش نظري بس. طيب خلينا بقى اكلمكم سريع على ايه، على ايه لايبرري، وبعد كده اللي عايز يسالني سؤال في التيم ايه يسالني. الاي لايبرري هنعمل شير سكرين تاني اللي هو يو اي لايبرري، هنا ده الصفحة الرئيسية خالص بتاعتنا يا جماعة. ماشي انا كليك عليها للناس اللي مدخلتش عليها قبل كده، هي بتفتح حياتي خالص بس هي تقيلة شوية. احنا مطلوب مننا مرجعين منها عشان ما نقص خمس درجات، وده في كل المواد يعني من غير ما احتاج ان حد تاني يقول لكم، الدكاترة حتى دايما حطوا اثنين ريفرنس منها لان هو بيعتبر ان اقل حاجة اثنين، المينيمم بتاعنا اثنين. ان شاء الله اكون واخدة منها سطر، ده هحطه في الريفرنس، حط جزء من الريفرنس، بنحط اللينك اللي مكتوب فيها اي لايبرري عشان نثبت ان احنا خدنا من مكتبه الجامعه. فهمنا كده؟ طيب مش عارفه هو ماله النت النهارده شكله رائع. لا ما انت انا تقريبا اي لايبرري واقع عندي، حد فيكم دخل عليها ولا دخلت؟ دخلت اهي الحمد لله. نسيبنا من الكلام ده، هنجيب الريسورسز. ماشي هندوس عليها.
اهي السورسز بتاعتي. السورسز بتاعتي هنا اي حاجه، بس احنا طبعا بنستعمل المراجع الانجليش بتاعتنا اكتر. ماشي، في الحاله دي هنا يمكن ينقط. واضح ان النت جميل النهارده. طب عقبال ما تفتح، كان في حد عايز يسالني على حاجه في تيم ايه؟ ايه هي؟ انا يا دكتور. اتفضلي يا اميره. دكتور انا الجروب اللي معي في مشكله عند 2 منهم مش عارفين يرجعوا الريفرنسز تبعونهم، وقلت لهم حاولوا وقلت لهم يعني كذا طريقه، مثلا في حد فيهم قال لي انا هحاول والتاني قال انه ما عرفش خالص، وواحد فيهم برضه قال لي ان هو يعني اغلب الكلام جايبه تقريبا من عنده، ويعني من عنده ده ما فيش، مش هعتبر ان دي اتقالت اساسا، مش حاسمه من عنده، ما جالوش الوحي بالشركه يعني، دي ما تنفعش، الجمله دي مش راكبه اساسا. طب ما بالظبط يرجعوا جزء اميره، ما ينفعش طبعا، ما ينفعش. وانا قلت بالاول انا المشكله ان انا زهقت عن جد، يعني انا اصلا قبل هيك طلعت واحد منهم من الجروب لما تعصبت لانه ما كانش بيرد وكان بيخترع حجج من السماء، فقمت طلعته وبعد هيك ابتدى طبعا يتصابن وهيك فرجعناه تاني. بس المشكله ان انا زهقت، كل واحد فيهم بيخترع لي مشكله. انا يعني مثلا عندك يا دكتور، انا مش هقول لك هيك عشان بس اقول لك حجج وخلاص، بس انا بابا عنده كانسر وبنزل معاه كيماوي، ومامتي بعديها بشويه تعبت ودخلت معاها عمليات، وكل هذا انا لحالي، بس مع هيك بنزل وبعمل اللي علي عشان هم ما يحسوش ان انا مقصره في شيء، مع انهم هم مديني سؤال واحد يعني، وانا قلت لهم لا انا هساعدكم في اللي بقدر فيه، واي حد مش عارف يقول لي، بس ما حدش بيتجاوب معي خالص. والبنت اللي هي المفروض التيم ليدر، انا مش بشتكي والله عليهم، انا مش قصدي حاجه، بس انا بقالي شهر مثلا بقول لها تبعت لي السؤال تبعها عشان مثلا لو هي مش حل صح ولا احاول اساعدها يعني نظبط الدنيا. انا مستعده اشيل اصلا التيم اي كله لحالي، يعني انا نفسي اشيله لحالي من كتر ما زهقوني، وما انا ما بديش اخسر درجات، يعني انا مش عايزه اسقط مثلا على تي ام اي ولا، فانا عندي مشكله فعلا معاهم. بس فمش عارف، ما مش عارفه اعمل ايه يعني. مش الكلام ده هم اكيد هيسمعوه. اولا مفيش حاجه اسمها ريفرنس من دماغي، ده زيرو ولا كانه اتقال حاجه. اللي خد حاجه بياخد الحاجه دي، عارف مصدرها، غيرت في كلامها ليها مصدر، ما اخترعتهاش ولا انا نفسي اقدر اقول ان انا بخترع، ما يعني دي اولا. ثانيا مفيش حاجه اسمها ما بنردش على بعض، يا جماعه ده مش اسلوب تعامل، ما ينفعش. انتوا الصغيرين، احنا قلنا من الاول ان احنا تيم، وقلنا ان اللي هي واحد فينا هيوقع التيم كله معاه. ولو فاكرين ان لو واحد اشتغل كويس والباقيين اشتغلوا وحش هياخد درجات كويسه، لا، اللي اشتغل وحش دول كلهم هيسحبوا التيم كله لتحت. فبعد اذنكم لو سمحتوا، مش عايزه شكوى تاني من الناس تقول ان هم ما بيشتغلوش، ابعتوا الحاجه عشان نشوفها. وبعدين انا لو ما شفتش الحاجه قبل ما تتباعت، اي حاجه غلط هلاقيها وانا بصحح هنقص فيها الدرجات بالكامل، مش هتناقش فيها ولا معلش ولا ما كنتش فاهم ولا عدد الكلمات ولا الاستهبال اللي بيحصل معايا كل سمستر. ده الترم ده احنا بادئين شرح التيم ايه اول يوم في السنه، تاني ما فيش دكتور بدا قبلي، اول محاضره في السنه انا بادئه معاكم التيم ايه، فما فيش حجج. ده كل واحد واخد سؤال ولا سؤالين وانتوا بتهزروا، ما ينفعش يا جماعه النقط تتباع ونرد على بعض ونستفسر من بعض. ومش عايزه شكاوي عشان مش انت بس اميره، ومش الجروب دي بس، عشان الناس تفتكر بكلم على الجروب دي بس. يوم الثلاث بيشتكوا، النهارده بيشتكوا، في ايه؟ دخلت تيم يعتمد عليا انا، بقول لكم رسمي اهو بقى، اللي يلاقي عنده ممبر ما بيشتغلش ما بيردش عليه طلعه بره، ملوش درجات زيرو معايا، ولو جاي يبعت لي فردي هديله زيرو. خلاص؟ فيا ريت بقى اللي يسمع الكلام ده يلتزم، ويا ريت نبعت لبعض، ويا ريت نلتزم وبلاش نضايق بعض بالمنظر ده. دكتور معلش، هو انت شفتيه وقلتي لنا البعض الغلط، هل ينفع مره ثانيه نرسل لك عشان تشوفيه ولا خلاص هذا اخر؟ شفت كله وقدمت لكم عليه، يبقى مش محتاجه تبعتي ثاني. لا خلاص بقى مش محتاجه اشوف، يعني احنا بس نصلح الشيء اللي قلتي لنا عليه ونبعته خلاص على طول. على طول خلاص، بس اللي نرسلكم عليه الكلام بتاعكم اليوم الاثنين بالذات بيبقى متسجل. كيف؟ يوم الاثنين بيبقى اللي انا بقول عليه متسجل، ارجعي اسمعي التسجيل تاني، اي حاجه قلتها اظبطيها وابعتيه. تمام، يعني هو الكلام اللي قلتيه متسجل يعني الاسبوع اللي فات؟ على طول يوم الاثنين على طول في تسجيل. اها طيب طيب اوكي.
طيب طب معلش يا دكتور، انا اسفه اخر حاجه. إيه طب لو هم برضو فضلوا زي ما هم، انا ايه يعني، انا كده الدرجات هتروح عليا ولا اشيل انا الحل؟ مش هشتغل معاكي طلعيه، اللي مش هشتغل معاكي طلعيه بره التيم. وعينك هنا في ناس ما دخلتش عندها استعداد ان هي تخش، وطبعا اللي هيدخل هيبقى ملتزم لانه مش هيستهبل يعني. سوري انا اسفه بقى، هنتكلم كده، هيخش وهيحل السؤال اللي هي هتديه له على طول. وانا بقوله مش زعلان على حد، احنا هي الناس بتدي بعض فرص، وانا طبعا مش هدي طالب درجه وهو حاطط اسمه بس، لا مش هشتغل من حدش اسمه. انا كنت بشتغل تيمات من وانا في الجامعه وماجستير ودكتوراه، اللي ما كانش بيشتغل معايا انا كانت دي طبيعتي، بره التيم يسقط ينجح، انا ماليش دعوه، انا مش هتحمل مسؤوليه واحد، انت مهمل. وانا ما بتكلمش على حد بعينه، انا بتكلم على الجروب عامه، اي بني ادم في كل التيمز اللي مبعوت يعني ما بيشتغلش يطلع بره التيم. بس طبعا بعد ما بعتوا التيم ايه، ما حدش يجي يكلمني على الكلام ده، خلاص الاسم المحطوط هياخد درجه، مش حد يجي يقولي فلان حط لي اسمه ما كانش بيشتغل. خلاص اللي عايز يطلع حد قبل ما يبعت التيم ايه في اللينك براحتكم، انا مش هتدخل. طب يا دكتور انا عايز جروب، طيب والله مش لاقي حد. يا جماعة أي حد ناقصه ممبر أو أي حد عنده مشكلة، أحمد كده كده اسمك موجود، وأعتقد إن هم عندهم جروب واتساب، كلمهم أو أنت اعمل تيم وشوف، اسأل زمايلك قول لهم عايز حد معايا في التيم. أنت مش لاقي حد بصراحة. أحمد ادخل على الجروب بتاعت الواتساب، شوفوا مين معاه جروب الواتساب بتاعتكم دي، ابعتوا له أحمد رقمه. ابعتوا ساره سعيد. طب ادخل يا احمد، بتقول لك زميلتك ساره سعيد بتقول ناقصها حد، محتاجه حد معاها في التيم، ناقصها واحد. طب لقيت مش عارف واتساب وتتواصل معاها. طب اللينك ماشي عشان عايزه. مين الادمن بتاع الجروب بتاعكم دي؟ مش طب انت بعتيها له بعد اذنك يا سلمى. سلمى زميلتك هتحطها لك على الشات، او لو حد تاني كمان يعرف يحطها له يحطها له عشان احمد يشوف. وتواصل معاهم يا احمد وان شاء الله تخش في الجروب. ها وعلى طول يا احمد اشتغل بقى يعني عشان ما ايه ما يبقاش في اي مشاكل. ماشي. اللي بتاع فتحت اهي، خليني اوريكم بقى الاي لايبراري اهي. انا بختار اي موقع من دول اشتغل عليه. احسن حاجات فيها ايه؟ اميرال طبعا، وانا مهمضه هفتح اللينك بتاعت اميرال كده. ريكوست كويسه جدا. عندنا ايباسكو برضو حلوه، ساجن كويسه، كل دول من الحاجات الكويسه. بس يعني هم دول الاربعه اللي انا شايفاهم كويسين. في امرالد اي حاجه مثلا هنكتب مثلا اهو انوفيشن. اوكي اي انوفيشن خلاص هو هيطلع لي كل الحاجات اللي هي تبع الانوفيشن بتاعتي، كل الحاجات اللي انا ليها اكسس. اي حاجه انا ليا اكسس عليها هعملها كده، هعمل كليك كل الحاجات اللي هي اكسس اللي هي انا ينفع اعملها داونلود. اي حاجه بقى، سيبك من انوفيشن بروبلم، مش عارفه ايه البيزنس موديل انوفيشن، تعريف الانوفيشن، اي حاجه يعني انتوا تدوروا على اي حاجه. اللي نزلها يعني ايه مثلا داس ان بري اونر شيب. انا عايزه اجيب لكم حاجه سهله شويه، مفيش حاجه واضحه شويه في الانوفيشن. كروس انوفيشن از ثينكينج مثلا، نفتح هنا. تقول لي ايه الفرق بين ده واللي احنا عملناه قبل كده؟ الفرق هو حضرتك تبقى شايفين كده اللينك فوق، ايه تركزوا معايا اللينك فوق مكتوب فيها ايه؟ مش انتوا شايفين البيج دي اللي انا فاتحاها؟ ايوه proxy.aou.eg. لو عايز تدفي نور عشان تشوفيها اقفل النور خالص وتبصي عليها اوضح لك يعني، ممكن تشوفي كله عايزه. اهو شايفين proxy .aou.elibrary.com. ده معناه ان اللينك بين الاي لايبرري حضراتكم هناخدها زي ما بنعمل بصراحه. هنعمل زي الويب سايت، هناخد نكتب الاميرال ونكتب التايتل بتاع الارتكل، نحط اللينك دي ونكتب الاكسس بتاعها اي لايبرري عشان نقول ان احنا خدنا من الاي لايبرري بتاعتنا. اللينك هي الضامن، يبقى اما ناخدها ناخد ان شاء الله سطر، خد سطر واحد منها وحطها لي. عايزين مقالتين بالمنظر ده، اي حاجه تعريف الماركتنج والاوبريشن، سطر وسطر هنا هم دول اسهل حاجه هتلاقوهم كتير بقى، حطهم لي عشان ما يبقاش اي حجه تتقال ده الاي لايبرري ما اتحطتش، ده مش عارفه ايه الكلام ده كله. خلاص سهله من موقع الجامعه، عندكم اميرالد، عندكم ريكوست، عندكم فاسكو، عندكم سيجا. على فكره الحاجات دي كلها كمان حلوه جدا تدوروا منها ارتكلز التيم ايه، خصوصا اميرالد وفاسكو يعني الاكسس الاوبن اكسس يعني في كتير. دول مشكلتهم ان فيهم مقالات كويسه جدا بس فيه مش كلهم مفتوحين، فانت جربوا
لقينا مفتوح ننزلها. عفوا دكتور ده قصدك للتي ام اي يعني؟ ده للتي ام اي طبعا. يعني لازم ناخد من الموقع ده؟ من اي لايبرري بتاعت الجامعه، اي لايبرري بتاعت الجامعه هنا اهي، هنفتح الاو اي اي لايبرري ونفتح موقع الجامعه ريسورسز ونفتح اللي هو اي موقع بقى ايميرالد باسكو. اه طبعا لازم، ما كده كده ايميرالد انا قايله لك معلش تاخده مني، افتحيه من موقع الجامعه بدل ما تفتحيه من بره، وخدي منه مقالتين او كتابين يعني على حسب انت بتدوري على ايه. يعني انت عايزه المقال ولا اللينك حبيبتي؟ انت بتفتحي ايميرالد هنا كده، وبعدين من جوه ايميرالد بتكتبي اللي انت عايزاه وبتفتحي المقاله. انت بتعملي سيرش، دي عباره عن بحث، مكان بحث. ما انا عارفه، بس يعني انت يعني ناخد منه كم سطر ولا اللينك مثلا اللي اخذنا منه؟ انت تاخدي منه كام سطر عشان تحطي اللينك كريفرنس، وانت بتحطي اللينك على حاجه ما خدتيش منها يا حاجه. اها اوكي اوكي طيب. من هنا من الكلام، من هنا فزت الكلام، مش لاقيكم اي حاجه، خدنا جزء كوبي بيس، هناخد كوبي بيس ونغير في الكلام كالمعتاد، وبعدين الريفرنس بتاعي هو اللينك، هنعمله زي الويب سايت. ارجعوا تاني للمحاضره اللي شرحنا فيها الريفرنس وشوفوا بنعمل الويب سايت ازاي، بس نحط اللينك اللي هي دي اللي مكتوب فيها كلمه اي لايبرري. ايوه فهمت فهمت خلاص اوكي. يبقى عملنا الاي لايبرري سهله خالص وواضحه ما فيهاش مشاكل، اللي قلقان من الريفرنس يبعتها لي اشيك عليها ما فيش مشكله. خلاص كده؟ طيب في اي اسئله ثانيه عندكم قبل ما نقفل؟ I actually have a lot of questions. يعني إن شاء الله I don't bother you. لا a lot of questions. A lot يعني ممكن لو ضروري بس. هو yeah they are a lot. أنا كده كده يعني الأسئلة الضرورية بس عشان هو مفروض دلوقتي يكون في محاضرة تانية بدأت عندي. فأنا هقول لك سريعا بس في one minute كده اللي أنت بعتها حلو مش مشاكل. أوكي. في شوية شرح صغيرين كمان عن innovation نفسها. يعني اللي فوق ده احنا بنضحك على نفسنا، ده عليه 10 درجات على السيرة. فزودي يعني باراجراف عن الانوفيشن ثم طبقي عليه حاجات في ستاربكس ما فيهاش مشاكل. Alright. اوكي طيب بس ده اللي okay. عندي في question 2، قولي لي بقى. اوكي اول حاجة احنا لما ناخد reference we can change the words بتاعت التكست اللي هناخدها صح؟ طبعا بس الريفرنس نفسه ما ينفعش يتشينج فيه حاجة. ايوه ايوه اكزاكتلي. لكن الأرض paraphrase زي ما انت عايزه. ايوه ايوه وهو احنا عندنا plagiarism percentage في السؤال ولا بس يعني في السؤال زي الهول question وبير تيم ايه كله؟ فعلى حسب البرسنتج، لو كبيره قوي بنبص على question لو معقوله بنكبر دماغنا من question. طب هو السؤال مثلا يبقى لازم يبقى فيه percentage plagiarism كلهم 30% كل الاساي ولا كل السؤال question كل question عليه 30% والاسي كله 30% برضه هو percentage. بس لو انا هبص على question وعد ال 30 هتنقص فيه، لو team ايه كله 30 هتنقص فيه. got okay another هو it's a silly question بس لازم يتقال يعني on في lecture. ال reference مش ان انا بس اعمل copy و paste لل website link صح؟ لا طبعا انت لازم تكتبي ال website. أيوة لا أنا عارفة بس because يعني في another team member is not believing me فأنا اضطريت أسأل. لا لا اللينك أوني دي بس الكلام ده لو أنتوا صغننين ساعة البيو أسوان تاني exactly الحركة بتاعتكم دي، لا اللينك دي مش ولا ليها أي لازمة من غير أيوة exactly. أنتي تبوية بسمة وبعتوني وأنا كان شاك وأقول لكم من الريبيو بتاعتكم أنتوا شاكين الدنيا ماشية كويس خلاص go on وبعتوه على طول. alright thank you بس I think that. طيب أي questions تانية قبل ما نقفل؟ أحمد يكتب رقمه على private. أحمد بعد إذنك ابعت رقمك private ليك يا سلمى يعني؟ مين؟ وأعتقد إن هو إن هو أنت كنت كتبت رقمك يا أحمد على الشات؟ أكتبه أهو. أكتبه بس عشان سلمى تدخلك الجروب. وتواصل مع زمايلك بقى وحاولوا كده يعني تخلصوا على قد ما تقدروا بدري يا جماعه، عشان زي ما قلت لكم التسليم في العيد، وانا بقول لكم عن صفه النت في العيد سيء، الموقع ممكن يقع وهم مش هيردوا، مش هتردوا على بعض في العيد. فقولوا لنفسكم ان مثلا الاثنين اللي بعد الجاي دي اخر اثنين نبعت فيه، دي اخر حاجه، عشان حتى يعني لو لا قدر الله حصلت حاجه يبقى عندنا وقت للموديفيكيشن. انا طبعا مش هينفع اقفل غير لما تقولي لي اوكي خلاص كده. طب خلاص كده عقبال ما ينقل خلاص تاني كده عقبال ما يعني يتشك الرقم ده. في اي سؤال تاني قبل ما نقفل؟ هاكد عليكم المره الالف
الانونسمنت بتاع الكويز الاكتيفيتي اللي جاي بتاع يوم الاثنين، ارجو ان احنا تبقى عنا على الام اس فيه. وطبعا احنا عارفين هو هيكفر شابتر 9 و10 ويك 9 وويك 10 اكتيفيتي 5. فعنا في شم النسيم هنمتحن يوم الثلاث، في شم النسيم يبقى هنمتحن يوم الاثنين في ميعادنا في الليكتشر بتاعتنا اونلاين عادي خالص، مفيش مشكله ان شاء الله. جماعه هبلغكم رسمي، واحنا نفسنا مش عارفين الحكومه هتقرر ايه، فاول ما يطلع قرار رسمي هنقول لكم. يعني التاخير مش بالجامعه، احنا مستنيين بس الوزاره تقول رئيس الوزراء اذا كان يوم الاثنين اجازه ولا رسمي. الحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها ان الخميس الجاي عشان عيد تحرير سين، الباقي لسه، فهنتاكد ونبلغكم ان شاء الله. خلاص كده يا سلمى؟ اوكي خلاص، اوكي اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، باي باي. حياة كمان عايزاك تدخليها في جروب الواتساب، ممكن يعني انت ممكن تصوري، ممكن لو عايزين تاخديهم يعني بيكتشر عشان انا مفيش وقت خالص ان احنا نقعد. ده خالد، ممكن تاخدي خالد الاول وبعد كده حياة هنزلك تاخديها. باين بالنسبه لك؟ طيب وده رقم حياة، نفس الكلام. جماعة الجروب الواتساب دي مش اوفيشال من عندنا خالص، بس يعني يا ريت تكونوا بتساعدوا بعض فيها. ارجو طبعا المعلومه، اي معلومه تتكتب عليها دايما نرجع للال ام اس عشان نتاكد لانها مش تبع الدكاتره. اوكي طيب، يلا اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، مع السلامه.